يسعد مساكم مشاهدينا ويا هلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج مسائي اللي يجدد في لقائنا معاكم عبر شاشة الراي. تتعدد محطاتنا وفقراتنا اليوم وعدة موضوعات شيقة راح تهم أكيد كل متابعينا. محطة هامة حول التحرش الجنسي للأطفال، خصوصا بعد ما شاهدنا الفترة الأخيرة عدة فيديوهات غصت قلوبنا جميعا، توضح أن هذه الظاهرة والجريمة موجودة في مجتمعاتنا. واليوم سنضع لكل أم الحلول وكيف تحمي أبنائها من التعرض للتحرش بكافة أشكاله. ومحطة عند دراسة لإعفاء الذهب من الجمارك، وأيضا سنقف عند قرارات غرفة التجارة والصناعة الجديدة على سوق وتجار الذهب ومدى تأثير هذه القرارات. ومحطة إنسانية هامة سنقف عندها بقلوبنا وعقولنا وبكل ما نملك لنتعايش بالصورة والصوت مع مسلمي الروهينجا والذين فروا هاربين وهم حاليا عند الحدود البنغالية البورمية بعد أن وصل عددهم تقريبا إلى 800,000 لاجئ. بعد الفاصل راح نبدأ محطاتنا من محطة الخير مع قوافل الخير لجمعية السلام للأعمال الإنسانية خلال أكتوبر الجاري. فاصل أرد لكم. تعد جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية أحد الروافد الخيرية الهامة والفعالة في الكويت، وقد نفذت العديد والعديد من المشاريع الإنسانية والإغاثية والخيرية والطبية داخل وخارج الكويت، والاستفاد ويستفيد منها آلاف وآلاف الفقراء والمحتاجين. اليوم على مشارف بداية قوافل خيرية جديدة تستعد له الجمعية. للحديث عنها نرحب بضيفنا الدكتور نبيل العون، مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية. حياك الله دكتور معنا. يا هلا، مسي عليك اختي دانا وعلى طاقم البرنامج وعلى اخواني واخواتي المشاهدين. نعم دكتور، يعني لا يخفى علينا ولا يخفى على المشاهدين اكيد اعمالكم الخيرية والإنسانية اللي تبارك الرحمن انتم من سنين مستمرين فيها وحققتوا يعني فارق كبير على حياة هؤلاء الفقراء والمحتاجين. لكن كلمنا على اتجاه مشروعكم الجديد، وين راح يكون وشنو راح يحمل معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل الله تعالى اختدانا، انتهينا من التجهيزات النهائية لانطلاق قافلة الخير العاشرة. إن شاء الله اليوم الفجر راح نطلع إن شاء الله إلى الحدود السورية التركية في منطقة تل أبيض في أورفا. نعم. وها القافلة راح يكون فيها أعمال متميزة جداً، أهمها راح يكون في افتتاح مجمع مشاغل الخياطة التنموي التأهيلي الحرفي. هذا المجمع راح يشغل أكثر من 750 لاجئة سورية في الحدود السورية التركية، وراح ينتج أكثر من 800,000 إلى 1,000,000 قطعة في السنة. نعم. توزع على أخواننا في الحدود السورية التركية وفي الداخل السوري. طبعا. هذا المجمع التنموي بفضل الله تعالى راح يكون تحت افتتاح تحت يعني أعضاء البرلمان التركي، كذلك راح يحضر من الكويت مجموعة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف ويعني مجموعة من أهل الكويت وأهل الخليج. نعم. كذلك راح يتم افتتاح دار الأيتام ومدرسة الأيتام في الحدود السورية التركية، وراح نقدم مساعدات حق مخيم سليمان شاه. نعم. سلات غذائية وكسوة وللمعاقين وحليب الأطفال، وراح نطهر أكثر من 500 طفل في داخل مخيم سليمان شاه. نعم. ثم راح نطلع حق المخيمات العشوائية والخيم اللي عايشين في البر وعايشين في العراء، راح نقدم لهم السلات الغذائية والبطانيات وكل ما يعني يلزم لهم من أشياء استهلاكية. ما شاء الله. نعم. تبارك الرحمن دكتور، مشروع كبير ويعني الأمور اللي تتخلل هذا المشروع أيضا كبيرة. جزاكم الله خير ويعطيكم العافية على هذا المجهود الطيب اللي قاعد تبذلونه في خدمة هؤلاء المحتاجين. أكيد قمتم بتنفيذ العديد من المشاريع. نعم. الخيرية والإغاثية دكتور، يعني سواء كانت داخل الكويت أو في خارج الكويت، شنو هي إنجازاتكم اللي حققت بالفعل مساهمة واضحة لتخفيف هذا
الألم. طبعا اختدان العمل داخل الكويت يختلف عن عمل خارج الكويت. داخل الكويت احنا دائما نركز على الأسر المتعففة، وطلعنا يعني حملات كثيرة. آخر حملة من قبل تقريبا شهر وزعنا أكثر من 2000 لأسر المتعففة داخل الكويت. لكن احنا الآن عندنا مشاكل كثيرة، خلينا نقول في بورما حق إخواننا المسلمين الروهنجة، وعندنا كذلك في الحدود السورية التركية، وعندنا كذلك في داخل سوريا، وعندنا كذلك في اليمن، وإضافة إلى ذلك يعني في طاجكستان وفي الفلبين وفي بورما وفي قرقيزيا. فحاليا في هذا الشهر عندنا 5 حملات متكاملة. انتهينا من واحدة حق إخواننا الروهنجة، وعندنا الحملة اليوم تطلع إن شاء الله حق الحدود السورية التركية، مثل ما قلنا افتتاحات كبيرة جدا، ثم راح ننطلق إلى حملة ثانية حق إخواننا المسلمين الروهنجة، وراح نبني لهم مساكن ودورات مياه وكسوة وسلات غذائية. ثم راح ننطلق إلى طاجكستان، عندنا مشاريع سقيا ماء كبرى، وعندنا مراكز طبية راح يتم انتهاء منها. ثم عندنا الحملة الأخيرة في يوم 26/10 راح تكون فيها قافلة الخير 38، وراح يشاركنا أكثر من 100 من أهل الكويت وأهل الخليج، وراح تكون فيها افتتاحات كبيرة جدا، مجمعات للأيتام، مراكز طبية، مشاريع سقيا ماء، مساجد، دور قرآن، أكثر من 100 بيت راح يتم افتتاحها، وراح يشاركنا من أهل قطر ومن أهل الإمارات ومن أهل البحرين ومن عمان ومن الكويت. واحنا دائما جمعية السلام الأعمال الإنسانية والخيرية نكون شفافين في العمل، نخلي كل واحد تبرع يجي بنفسه ويقص الشريط مال مشروعه بحيث انه يشوفه بعينه المشروع. كذلك يعني نخلي يوزع زكاته بنفسه. اذا عندنا مشاريع تنموية بفضل الله تعالى، يمكن المشاريع التنموية يعني صار لنا فيها مثل علامة الجودة. يعني احنا الحين عندنا مشروعنا في الحدود السورية التركية، مشروع ضخم جدا مكون من 3 طوابق، مجمع متكامل، وراح نطلق إن شاء الله خلال هاليومين مشروع جديد تنموي كبير، وهو عبارة عن مجمع حرفي كذلك يشمل الألمونيوم والنجارة والحدادة وتنمية الموارد البشرية، وراح نطلق كذلك مشاريع بناء المساجد في مخيم سليمان شاه وفي الحدود السورية التركية. وكذلك يعني عندنا يعني مشاريع يعني نوعية في بورما، الآن انتهينا من 1000 بيت حق إخواننا المسلمين في بورما، والحين إن شاء الله مشروعنا القادم راح نبني مساكن ودورات مياه في بورما. فالعمل اختدانه كبير كبير، بورما، قرقيزيا، طاجكستان، اليمن، سوريا، لكن بفضل الله تعالى الإخوان في جمعية السلام، مجلس الإدارة والعاملين والمتطوعين اللي زادوا عن 500 متطوع معانا، ما شاء الله يحبون العمل ويبون العمل على قدم وساق. يعني تخيل اختدانه، احنا من قبل 3 ايام هنا، الحين بنطلع اليوم الفجر بنرجع على بورما ثم على طاجكستان على قرغيزيا. يعني عمل وامس يمكن هم عندنا مشاريع في مصر قدمناها. فيعني العمل كبير كبير بفضل الله تعالى، لكن ما شاء الله يعني انا اشكر من هذا المنبر يعني اخواني في جمعية السلام، واشكر اهل الكويت اللي اولونا هذه الثقة. نعم أكيد أعمالكم الخيرية لا تخفى على أحد دكتور، يعني تبارك الرحمن هذا المشروع الكبير القادم والمشاريع أيضا المستقبلية كلها يعني بقالب إنساني جميل. هذا العطاء اللي قاعد تعطونا من قلبكم يعني يكفي أن إحنا بنفسنا نشكركم عليه. دكتور يعني قلت أن أنتم ما شاء الله رايحين إلى قرقيزيا وتركيا وبورما في هذه المشاريع، تم تكريمكم في قرقيزيا ولا للحين؟ والله اليوم سبحان الله هذا خبر حصري صراحة لكم عاد. اليوم بفضل الله تعالى تم تكريم جمعية السلام الأعمال الإنسانية والخيرية من قبل رئيس جمهورية قرقيزيا. وأعطونا شهادة إن إحنا أفضل جمعية في قرقيزيا. وأمس بعد كذلك خبر حصري جديد، حطونا في تركيا في التلفزيون التركي إن إحنا جمعية السلام الأعمال الإنسانية والخيرية بنت أكبر مجمع لتنموي لمشاغل الخياطة، يشغل أكثر من 750 إلى 1000 لاجئة سورية. بصراحة لو تشوفون يعني كيف فرحة إخواننا اللاجئين في هذا المشغل، الآن يعني أصبحت المرأة لها يعني بالفعل لها كيان. قبل بس تأخذ الحين لا، الحين هي تنتج، أصبحت
امرأة منتجة. نعم. ففضل الله تعالى يعني المشاريع التنموية بالفعل تعود بالنفع. يعني احنا عندنا مشاريع متعددة تنموية، عندنا مشاغل خياطة، عندنا مخابز آلية، عندنا مراكز حرفية تنموية، عندنا مشاريع تكرمين البقر الحلوب، هاي مشاريع جميلة. نعم. إلى الآن وزعنا أكثر من 5000 بقرة حق أسر متعففة وفقيرة. البقرة هذه يحلبونها وتعيش من ألبانها وأجبانها. يعني المشاريع التنموية بالفعل تعود بالنفع حق الكل. حتى المركز الطبي الآن خليناه تنموي، لأن نعم. المركز الطبي يعالج، وكذلك يعالج الناس اللي عندهم مشاكل في يعني بفعل يعني العمل ترى يعني عظيم عظيم. فالعمل صحيح. التنموي بالفعل يعني لابد أن يعني جميع الجمعيات تنتبه له، لأنه يشق الإنسان، يخلي إنسان لا كيان في المجتمع. نعم دكتور، أنتوا استلمتوا أو فكرتوا بهذه الفكرة اللي هي فعلا لها أثر كبير. يعني هؤلاء الأشخاص أو هؤلاء الناس المحتاجة اللي يعني ذهبوا إلى دولة ثانية لاجئين في هذه الدولة، قاعدين يعيشون فترة صعبة جدا، فهو محتاج إلى بعض المؤونة، محتاج إلى هذه المساعدة، لكن أيضا محتاج إلى أن يعمل، إلى أن يبذل كل طاقته علشان هو يحس أنه هو شخص منجز في هذا المجتمع. هذه العملية جدا مهمة، وانت قلت لنا الناس كانت كلها فرحانة، خاصة من النساء اللي صار عندهم وظائف وصاروا يشتغلون. وصف لنا هذه الفرحة دكتور. والله دانا ما أخفيك، يعني شوفي احنا الحين حاليا في بورما في بنغلاديش عندنا مشروع بناء البيوت والمساكن. خلينا الأسرة هي تبني بيتها، يعني مو احنا نبني لهم البيت. لو تشوفين فرحتهم شلون فرحوا ان وفرنا لهم هذه المواد. في سوريا لما احنا بدأنا في بناء المجمع مع هذا كانوا بالسابق يعني يعتقدون ان احنا بس كلام نتكلم، فلما صار العمل حقيقي ودشوا المجمع وشافوا المكاين الخياطه وشافوا الشيء الكبير وبلشوا بالانتاج، حسوا بالفعل انهم يعني انتقلوا من مرحله انهم كانوا عاله الى مرحله انهم اصبحوا منتجين. بل ان والله لو تشوفين دانا الملابس اللي تم يعني تصنيعها والله هي تعادل الماركات العالمية، شيء فاخر وراقي فضل الله تعالى. يمكن يكلفنا دينار أو نص دينار، هو ينباع بالسوق على 20 و15 دينار. فضل الله تعالى يعني إحنا كجمعية السلام نجحنا في هذا المشروع فضل الله تعالى، والبركة يعني بالفعل يعني الفضل لله ثم لإخواننا المتطوعين وعلى رأسهم أختنا العزيزة أم مبارك قادر المسلم اللي بالفعل هي كان لها دور كبير في هذا المشروع العظيم. وصراحة عندنا الآن مشروع جاي إن شاء الله ثاني، والحين عندنا خطة أن نشغل هذا المشروع. يعني إحنا الحين المجمع تم بنائه، الأخواتنا السوريات الأرامل يو دشوا، إحنا الحين نبي نشغل هذا المجمع، نبي شوية على الأقل لمدة 3 شهور بحيث أنه يوقف على ريلة حتى نبدأ في أن يعني ننتج. يعني إن شاء الله راح ننتج خلال 3 شهور 250,000 قطعة إن شاء الله بإذن الله تعالى. فيعني أدعو إخواني وأخواتي المشاهدين اللي يحب يساهم معنا في هذا المشروع أو المشروع الثاني اللي هو المجمع الحرفي أو المساجد اللي نبنيها حق إخواننا السوريين، أو اللي يحب يجي معنا ترى يمدي، ترى حين الساعة إلى الآن 10 إن شاء الله. فاللي يحب يجي معنا ترى احنا ان شاء الله الفير الساعه 4 راح نطير الى تركيا ثم الى حدود السوريه التركيه. اللي يحب يشارك معنا حياه الله، احنا مقرنا في جمعيه السلام الامان الانساني والخيريه بالعداليه، خطنا الساخن اللي هو 50 30 50 24. نعم يعطيكم العافيه. اكيد دكتور، خلال هذه المشاريع وهذه الرحلات اللي قاعدين تقومون فيها اكيد مرت عليكم قصص مؤثره وجميله. قل لنا يعني واحده من هالقصص. يعني انا اقول لك قصه من القصص اللي قريبه على قلبي. يعني احنا كنا مره رايحين منطقه فكان عندنا توزيع بقر حلوب، فحاطين ما يقارب 45 اسره، فواحده من الاسر مسكينه متاخره بالتاكسي، مو بالتاكسي بالباص. نعم. فلما تأخرت أعطينا البقرة حق أسرة ثانية. فلما وصلت وشافت أن البقرة مالتها راحت وتروح حق البقرة وتلمها وتبكي تقول أنت بقرتي، يعني بكاء شديد. يعني فيعني كانوا معنا مجموعة من أهل الكويت، فكلهم قالوا إحنا راح نشتري لها بقرة ثانية. يعني قصص مؤثرة، يعني عندنا يعني مأساة حقيقية صراحة. تدانا
القصص لا تعد لا تحصى. يعني أنا ما ودي أكدر أخواني المشاهدين على القصص المأساوية، لكن بالفعل يعني التبرعات السخية من أهل الكويت وأهل الخليج ترسم الفرحة على وجوه الأرامل والأيتام والفقراء والمشردين. فأتمنى أن تيوم معنا تشوفون بعينكم فرحة هالناس، تشوفون بعينكم كيف أن اليتيم يفرح، وتشوفون بعينكم كيف الأرملة تفرح. حتى ما نسينا اللي فقدين أعضائهم، احنا ركبنا أعضاء لفقدين الأرجل والأيدي أكثر من يعني 35 شخص ركبنا لهم. نعم. الآن قاعد يمشون طبيعي بفضل الله تعالى. ما شاء الله. فالعمل الخيري اختدانا جميل جدا، والأجمل منه أن الواحد يجي مع أسرته أو مع عياله يشارك في هذا العمل الخيري، راح يتغيرون عياله تغير كامل، لأن راح يشوفون بالفعل العمل الخيري، وراح يسوون مقارنة بين حياتهم بين صح. بين الفقراء شلون عايشين. صح. ده. عملية العطاء وأن الواحد يروح يعطي من غير مقابل هي بحد ذاتها درس يجب أن يتعلمه أكيد الجيل الحالي، وكل الناس لازم يعرفونه، لأن القيمة الإنسانية اللي ممكن أنه هو يستخرجها من هذا العمل جدا رهيب. بالضبط. ويغير تغيير جذري يخليه يشوف الحياة بنظرة أخرى. صح. كل اليوم أنا دانك جميع المتبرعين والمتطوعين اليوم أنا ويا أبو عيالهم، والله ما أخفيش تغيروا 180 درجة. يعني يمكن قصة صغيرة حق أحد خواتنا، كانت ما تشرب إلا القهوة الغالية وما تركب إلا بزنس. فلما جت معانا كانت تقول وشافت الفقراء وشافت الأيتام، دشت مستشفى المعاقين، معاقين وأيتام، فشافت الفرق وشافت شلون عايشين الناس فقراء مساكين. الحفاظة والله دانت تم 5 أيام على الفقير. يعني تخيلي ما عنده يعني حتى. فتقول أنا الحين قاعد أشرب قهوة قيمتها 5 دنانير، ولا أني أركب طيارة بدل لا أركب كونومي أركب بزنس، الفرق السعر هذا هذول أولى فيه. فتغيرت حياتها بالفعل. كل من يمعان اختدانه بالفعل يعني تغيروا حياتهم، أصبحوا ناس يعني لهم أهمية في المجتمع. أصبحت يعني أنا بيتي عيالي أصبح كل واحد عنده هدف في الحياة. كل واحد اللي صار مدير مكتبي، واللي صار يمشي معاي، واللي صار يقدم شيء. فالحمد لله يعني لأني دائما أوديهم معاي يعني الأعمال الخيرية سواء في سوريا أو في قرغيزيا أو في طاجكستان. فبالفعل العمل الخيري والإنساني يربي الأسرة. صحيح. ويربي المجتمع، وفضل الله تعالى لا بركة كبيرة على يعني جميع العاملين في العمل الخيري. نعم. دكتور، خلال رحلاتكم هل واجهتكم صعوبات أو تحديات اللي ممكن أن هي تكون عثرة في طريقكم؟ والله لا شك أن العمل الخيري فيه صعوبات كثيرة جدا، لكن عادة الإنسان لما يقدم على العمل وما يتأخر وما يهاب أي شيء، الله سبحانه وتعالى يسهل له ويسخر له جميع الخلق. يعني إحنا بفضل الله تعالى يعني واجهنا صعوبات كثيرة سواء في الثلوج أو في يعني القوانين، لكن الحمد لله بفضل الله تعالى والله نجد أن يعني الله يسخر لنا كبار القوم يسهلون لنا جميع الصعاب. يعني أعطيك مثال، أنا مرة كنا إحنا رايحين منطقة نوزع فحم في قرغيزيا، الحرارة كانت 35 تحت الصفر دانا. نعم. يعني والله الإيد تجمد. فمرينا والطرق مسكرة خلاص، الثلج طايح الشارع، والله سبحان الله يعني فجأة كل شيء تبطل، يعني يونا إغاثة وكذا، ومشينا فضل الله تعالى. فالأمور تسهل فضل الله تعالى، ماكو شيء يصعب على العمل الخيري، الله يسهل لك كل شيء ويسخر لك كل شيء. فأذكر أنا مرة كنا وزعنا فحم، فلما والله نزلنا الفحم حق الأسر المحتاجة، لو تشوفين شلون فرحتهم بالفحم يعني كأنه ذهب عندهم. لأن الجو ثلج يعني. فالله يسخر لك، أنت اذهب وابذل السبب وشوف كيف الله يسخر لك الأمور كلها. صحيح. دكتور يعطيكم ألف عافية على هذه الجهود اللي قاعد تبذلونها في خدمة الإنسانية والعطاء والعمل التطوعي. كلمة أخيرة حابة توجهها لمشاهدينا. والله أنا أول شيء اختدانا أشكر قناة الراي، وأشكرك وأشكر طاقم البرنامج اللي خلف الكاميرات، وأشكر أهل الكويت وأشكر أهل الخليج اللي أولونا الثقة وعطونا يعني تبرعاتهم ويوم معانا بنفسهم،
وأدعوكم تكون معنا في جميع مشاريعنا سواء في تركيا أو في قرغيزيا، واللي يحب يشارك معنا، اللي يحب يتبرع معنا، اللي يحب يساهم معنا، بابنا مفتوح، منطقتنا مغرنا بالعدالية، قطعة 3 شارع السلطان الكليب، خطنا الساخن 50 30 50 24. وأقولها مرة ثانية، الباب مفتوح، اللي يحب يشارك معنا حياكم الله. نعم، كل الشكر لك الدكتور نبيل العون، مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، على تواجدك معنا. مشكور لنا، بارك الله فيك. شكرا لك. العمل التطوعي والإنساني حث عليه كافة الأديان السماوية، استغلوا كافة أوقات فراغكم في خلق ابتسامة على وجه الآخر، فهناك الكثير من أطفال وبشر دول العالم نسوا شلون وليش يبتسمون. مشاهدينا، بعد الفاصل مع قصص ومأساة إنسانية يعيشها مسلمي الروهينجا، نحتاج أن نسمع لهم عشان نقرر شنو نقدر نسوي لهم. من بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي طريق الهجرة، يمرون من هكذا الطرق وعرة. انظروا إلى الدخان المتصاعد. هذه قرية شيل خالي التي يتم حرقها الآن من قبل الميليشيات البوذية، ميليشيات الحكومة المينمارية. هذه هي مخيمات النازحين الذين وصلوا خلال 10 أيام الماضية في شهر سبتمبر 2017 من إرهاب بورما، فروا والتجأوا إلى هذا المكان. أنتم ترون كيف تعيش هذه العوائل، عشرات العوائل، عشرات الأسر تعيش بحياة بدائية جدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. البيوت بدون جدران، لا حول ولا قوة إلا بالله. مياه المجاري أعزكم الله تمشي من هنا. اضطهاد، تعذيب، تهجير، قتل. من هؤلاء الذين يتعرضون لكل ذلك بكبارهم وأطفالهم ونسائهم؟ عن مسلمي بورما نتكلم. ما شاهدناه في تقريرنا واقع حقيقي قد يكون أبسط بكثير مما يحدث لهم، فإلى متى؟ ضيفنا هو مواطن أركاني، سنسمع منه ماذا يحدث لمسلمي الأركان بالضبط. نرحب بالناشط الحقوقي الأستاذ عمران الأركاني، أهلا وسهلا فيك في بلدك الثاني الكويت. أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية وجزاكم خير يعني في قناة الرأي. صراحة يعني تسليطها على يعني الضوء على هذه القضية التي تعد بل تصرح الأمم المتحدة في كل تقاريرها على أن الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد والعنف في العالم هي الأقلية الروهنجية المسلمة. نعم. في أركان. وأكيد إن شاء الله يعني إحنا حنتوسع في الحديث أكيد في هذه الحلقة يعني للحديث عن الأزمة التي الآن. أنا الآن جاي من بنغلاديش، يعني عشت تقريباً معهم حوالي شهر. مع النازحين. نحن نتحدث عن أرقام هائلة، أعطي بشكل سريع بعض الأرقام التي تعلن عنها الأمم المتحدة وبعض المنظمات الحقوقية وبعض المنظمات الدولية. أكثر من 800,000 نزحوا دفعة واحدة ابتداء من 25 أغسطس، يعني شهر وأسبوع تقريبا نحن نتحدث. 800,000، والأمم المتحدة قبل دقائق الآن صرحت، قبل دقائق قبل ما أدخل الحلقة، على أن يعني الأمم المتحدة مستعدة لتدفق المزيد مئات الآلاف
يعني ربما سيصلون إلى بنغلاديش خلال الأيام القادمة. أنت تتحدثين ونحن نتحدث عن 260 ألف طفل وصلوا ضمن النازحين، نتحدث عن 280 ألف فتاة بلا عائل. نعم. نتحدث عن يعني عدد القتلى أكثر من 9,000 من اضطهاد وظلم ظلم الميليشيات البوذية خلال شهر فقط، 9,000 شخص. نحن نتحدث عن حرق 120 ألف منزل للروهنجيين، مسلمي الروهنجية في داخل أراك. نحن نتحدث عن حرق 287 قرية دفعة واحدة خلال شهر واحد. منظمة Human Rights Watch لم تستطع الدخول، هذه المنظمة الدولية، إلى ولاية أراكان وإقليم أراكان، فاضطرت أنها تلتقط عبر الأقمار الصناعية مجموعة من القرى كانت مأهولة بالسكان، وبعد ساعات تعمل مقارنة على أنها تحولت إلى رماد بالكامل. يعني والله يا دانا لو أردت أن أتحدث إليك ما هي قصص المآسي التي وقفت عليها بنفسي عند الشريط الحدودي وعند النهر الفاصل الذي يربط بين بنغلاديش وأراكان، لا يمكن أن تتخيل، لا يمكن أن يتخيلها أو يعني يتصورها حتى المشاهد. يعني مشاهد، يعني أنا لا أريد أن أحول حقيقة الحلقة إلى مآسي، ولكن هذا الواقع. يعني أين نفر من الواقع؟ أستاذ عمران، المأساة هذه فعلا هي واقع وحقيقة. إحنا قاعدنا شذا، إحنا ما نبي ننكر شيء، إحنا نبي نتكلم بكل صراحة وبكل شفافية عن هذه المأساة اللي قاعد تواجه إخواننا المسلمين الروهنجا. إحنا نبي نتكلم أكثر أستاذ عمران، ليش قاعد يصير فيهم كذي؟ شنو اللي حصل؟ ليش بالذات 2017 قاعد يحصل فيهم هذا الأمر وقاعد نشوفهم قاعدين يعني يتعذبون بهذه الصورة؟ تمام أستاذة دانا، يعني إذا أردنا أن نسلط الضوء يجب أننا نرجع قليلا إلى الماضي حتى نفهم الصورة بشكل يعني أعمق. وحقيقة أنا أشعر أنه فهم الواقع هو الذي يقودنا إلى معرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع الأزمة. يعني نحن نتحدث عن أربع مصطلحات دائما تدور في وسائل الإعلام: الروهنجية، مسلمي الروهنجية، أراكان أو أراكان عمران الأركاني مثلا، ميانمار، بورما. ما هي هذه المصطلحات بشكل سريع جدا على شكل تغريدات؟ النقطة رقم واحد، الروهنجية هو اسم العرقية المسلمة الوحيدة من بين 136 عرقية تتشكل منها حكومة بورما. نعم. يعني هي عرقية، اسم عرقية الروهنجية، وهي العرقية التي يحصل لها الآن الاضطهاد ويحصل لها الانتهاكات. أراكان اسم مملكة إسلامية مستقلة نحن حكمناها. نعم. نحن حكمناها، دخل الإسلام إليها في عهد هارون الرشيد في عام 172 من الهجرة، ونحن حكمناها قرون. نعم. وكانت عملتنا إلى يومنا هذا نحن نحافظ عليها، عملتنا مكتوبين فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي باللغة العربية. نعم. نحن نتحدث عن تاريخ. بورما هو الاسم القديم لميانمار، الاسم الجديد هو ميانمار ومعناه بلاد الذهب. تم تغيير الاسم لأن حكومة ميانمار كانت حكومة عسكرية، فأرادت أن تتغير النظام ديمقراطي، فأرادوا أن يغيروا الاسم لأن بورما هو اسم يدل على قبيلة واحدة، قبيلة بارزة. نعم. إذن العرقية الروهنجية وعرقية الروهنجية هي كانت صاحبة مملكة أراكان، هي التي كانت تحكم. فالآن بورما هي من احتلت أراكان. نعم. هي من احتلت وهي من تعذب الروهنجيين. وقعت المآسي من عام 1942 أختي دانا، يعني ليست الأزمة وليدة اليوم، ليست. نعم. 2017، نحن نتحدث من عام 1942. عام 1942 بدأت أكبر مجزرة في تاريخ الروهنجية، ذهب ضحيتها أكثر من 100,000 شخص من داخل أراكان، 100,000. إذا كنا نتحدث نحن اليوم في عصر الإعلام، في عصر الإعلام، عصر القنوات الكبرى، عصر الوسائل، يقتلون على مرأة ومسمع من العالم 9,000 شخص في شهر واحد، فما بالك إذا رجعنا إلى 70 سنة عام 1942. لذلك أنا والدي وأنا أتحدث عن جدي، أنا أحد الذين استشهدوا في تلك المجزرة الكبرى. لذلك ميانمار تجدد في كل على رأس كل 5 سنوات مجزرة، وتبدأ في تضييق الخناق على المسلمين حتى تبدأ في تشريد المسلمين. لذلك نحن نتحدث اليوم عن أكبر
مأساة إنسانية على في القرن الواحد والعشرين. نحن نتحدث عن تعرفين أستاذة دانا، نحن الروهنجيا، نحن الأراكانين شردنا في 56 دولة، 56 دولة. الآن في الأزمة الأخيرة تم تشريد أكثر من 800 ألف دفعة واحدة. الآن البقية الباقية في داخل أراكان من المسلمين الصامدين اليوم فقط ما يقارب تقريبا 25%، فقط 25%. هل تتخيلين يعني أنا المقاطع الآن الحصرية التي أنتم نظرتموها في قناة الرأي أو الرأي، يعني المقاطع الحصرية وأنا أصور الآن قصة الهجرة أختي دانا، يعني هذه المسافات الآن يعني من بنغلاديش إلى أراكان مسافة ساعة كاملة تمشين فوق الطين، أحيانا الرجول تنغرز إلى هذه المسافة تمشين إلى أراكان، ثم نبدأ في التقاط العوائل الفارة ولها تقريبا 25 يوم إلى 20 يوم وهي تمشي من داخل أراكان تفر من الميليشيات البوذية ومن القتل الذي يحصل. يعني نلتقي فجأة عائلة وهي الآن فارة، يوميا بالمناسبة يتدفق حوالي 20,000 نازح بمثابة 16 شخص في كل دقيقة. نعم. 16 شخص في كل دقيقة ينزحون، كل شخص عنده 1000 قصة من المعاناة والمأساة. فجأة أقف عند امرأة أو فتاة أقول لها فين والدك فين زوجك، مباشرة تقول أنا فقدت 2 من أبنائي وزوجي فقدته في الطريق ووالدي قتل، أمي أحرقت، وهكذا. نحن نتحدث عن 287 قرية. هل تتخيلين أن المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية لم تستطع أن تدخل إلى أراكان حتى هذا الوقت؟ قبل قليل، قبل ساعة تقريبا، أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تستطع حتى هذا الوقت الدخول إلى إقليم أراكان. أراكان هذه محاصرة من 70 سنة، لم تستطع وسيلة إعلامية واحدة الدخول إلى أراكان إلا في منطقة أكياب فقط وهي عاصمة أراكان سابقا، يعني منطقة لا تتجاوز 5 كيلو. لذلك يعني أنا اليوم ما الذي جعلني يعني أزور الكويت؟ لما كنت في بنغلاديش يعني وأرى المعاناة، أنا ذهبت حتى أعمل مسح ميداني. في الحقيقة رأيت الكثير من المؤسسات التي تعمل في الميدان هناك. نعم. مؤسسات دول العالم الإسلامي ابتداء من المملكة العربية السعودية من مركز الملك سلمان وانتهاء بالمؤسسات الكويتية التي تعمل في الميدان. للحقيقة وللأمانة وبكل صراحة رأيت أن هناك نشاط كويتي كبير جدا ممثلا بالمؤسسات المدنية وممثلا بالحكومة. قبل 3 أيام التقيت برئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة الدكتور عيسى الكندري، وبمباشرة ما توجهت إليه بأزمة مسلمي أراكان قال نحن في مجلس الأمة مستعدين تماما. قبل أن أكون يعني هنا في القناة التقيت يعني ذهبت لزيارة يعني النائب السابق الأستاذ أحد النواب يعني في مبارك المسلم أو مسلم البراك، مسلم البراك. حقيقة وجدت تفاعل جدا كبير، المؤسسات الكويتية التي تعمل اليوم نحن نتحدث عن لولو الخطاف، إحدى الناشطات الكويتيات هي الآن في مخيمات النازحين. حمود الخضر المنشد المبدع الرائع حقيقة هو كذلك الآن يزور مخيمات النازحين. لولو الخطاف أنا اليوم التقطت من سنابها كلمة تقول زرت العديد، عشرات الدول اللي زرتها، ولكن ما رأيت مأساة إنسانية كارثية لا يمكن أني أصفها مثل ما أراها اليوم في مخيمات النازحين. ماذا نستطيع أن نقدم نحن؟ ماذا تستطيعين أنت يا دانا أن تقدمين لهذه المأساة الإنسانية الكارثية؟ ماذا يستطيع الشاب الكويتي؟ ماذا تستطيع الفتاة الكويتية؟ ماذا تستطيع المنظمات؟ ماذا تستطيع حكومة الكويت؟ نعم، أستوقفك عند هذه النقطة تحديداً علشان نقدر نسترسل فيها أكثر أستاذ عمران. نتعايش لدقائق أخرى مع أخواننا مسلمي الروهينجا وش اللي قاعد يحصل لهم، خلونا نشوف مع بعض. في الخالي وهي تحرق الآن في داخل أراكان من قبل الميليشيات البوذية التي تضطهد مسلمي أراكان وتجعل المسلمين في داخل أراكان مسلمي الروهينجيا يشردون ويلتجئون إلى مناطق بنغلاديش. أسأل الله العظيم في هذا اليوم المبارك، أسأل الله العظيم في هذه الساعة المباركة أن ينصرنا على من اعتدى علينا، على من بغى علينا، على هؤلاء البوذيين الذين لم يرحموا فينا إلا ولا ذمة.
كده كده كندا كندا هنا 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 يعني استاذ عمران اللي شفناه في التو شيء يعور القلب الصراحة. ما ودنا ان احنا نشوف اخواننا المسلمين يعانون بهذه الطريقة. لكن انت قلت وطرحت سؤال جدا 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 مهم، شنو احنا نقدر نسوي ونقدم لاخواننا؟ اختي دانا، يعني احنا اذا اردنا ان نصف المعاناة فتقريبا التعبير يتوقف حقيقة. يعني المواقف أو المقاطع اللي احنا أنا صورتها الآن، يعني أنا عشتها بنفسي. أنا أتحدث اللغة الروهنجية، ليس من رأى كمن سمع. تتخيلين هذه الأسرة يعني اللي أنا صورت معهم الآن، يعني بمجرد وصولهم الآن من أركان أسأل فقط بمجرد السؤال ما الذي حصل لك، ما يستطيع أن يتحدث إلا بلغة البكاء، لا يستطيع إلا أن يتحدث بلغة البكاء. أين زوجتك؟ فقدتها. وين والدك؟ وين أمك؟ فقدتهم. وين أبنائك؟ ما أعرف عنهم. لذلك والله يا أختي دانا، لما واحد من الإخوة سألني قال لي وأنا في أرض بنغلاديش، قال لي صف لي المشهد، والله يا دانا إني وصفت المشهد كأني في أرض المحشر، يوم تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يعني ما تستطيع أن أنت تصف المشهد. لذلك أنا اليوم أشعر أن المسؤوليات تتعدى الأفراد أحيانا، وإن كان الفرد هو المسؤول الأول والأخير. المسؤوليات اليوم حقيقة على الحكومات، على الدول، على المؤسسات، على ومن يحرك هذه الحكومات، من يحرك هذه الدول، من يحرك إلا نحن، إلا نحن الشباب، إلا نحن الأفراد. لذلك كل من يشاهدنا على قناة الراية الآن، كل من يشاهدنا من الكويت، من أهل النخوة والشهامة، من أهل الخير حقيقة، من ذا الذي لا يعرف فضل الكويت؟ من ذا الذي لا يعرف خير الكويت؟ من ذا الذي لا يعرف يعني خير المؤسسات الخيرية؟ أنا أتمنى من حكومة الكويت حقيقة أن تطلب من حكومة بنغلاديش تخصيص منطقة آمنة لأجل إيواء هؤلاء 800,000. أختي نحن نتحدث، منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل 3 أيام على أن 430,000 إنسان معرض بالإصابة بداء الكوليرا خلال 3 أسابيع إلى 4 أسابيع قادمة لأجل أزمة المياه الحادة. أقسم لك بالله حتى المياه الصالحة لا يستطيعون شربها. أنا أرسلت بعض المقاطع، والله ذهبنا إلى منطقة فقط نوزع الماء، ماء علبة ماء، والله يتقاتلون ويدافع مقاتلة لأجل علبة ماء واحدة، قتال شديد. لذلك نحتاج إلى وقفة حكومة الكويت، نحتاج حقيقة إلى تكثيف الجهود من قبل المؤسسات الموجودة، المؤسسات الإغاثية الموجودة. نحتاج إلى وقفة المؤسسات الحقوقية، قضيتنا من الدرجة الأولى مؤسس حقوقي. نحتاج إلى وقفة الإعلاميات والإعلاميين أمثالكم. نحتاج إلى أن يقوم يعني بالدور مثل ما قام حمود الخضر ولولا الخطاف ومن يقوم بالدور من المشايخ والمؤسسات. نحتاج إلى تكاتف حقيقة دولي، ونحتاج إلى تكاتف مؤسسات. نحتاج اليوم إلى مؤسسات إعلامية تطرح القضية بشكل يومي، لا يعني لا يكفي أننا نطرح القضية في الأسبوع مرة واحدة. نحن نتحدث عن أزمة القرن 21، تخطت حقيقة أزمة سوريا، تخطت كل أزمات دول العالم الإسلامي. كل من يذهب إلى الحدود والله ينصدم، يقول لا يمكن أن يحدث للإنسان من قبل بني الإنسان قصص وحكايا لا يمكن أن يتخيلها إنسان. نعم. لذلك نحتاج للدرجة الأولى
إلى وقفة حكومية، نحتاج إلى أن تطلب حكومة الكويت وبرلمان الكويت من بنغلاديش السماح لأجل دخول المنظمات الإغاثية. هي ليست فقط حكومية، هي يجب أن تكون دولية وعلى العالم كله. صحيح. يعني إحنا هذه المعاناة اللي قاعد يشهدها المسلمين هناك هي منذ سنين، وكل سنة قاعدين يعانون أكثر. هذه السنة أتوقع الواحد لازم يستوعب أنه خلاص لازم يكون هناك اتخاذ قرار في هذه المسألة. ما هي معقولة ولا هدش بالعقل أنه للحين ما يقدرون يسيطرون على هذه الأزمة. شلون يعني ماكو أي عقل ممكن أنه هو يصدق هذا الشيء. معنا اتصال هاتفي الشيخ عادل العازمي، رئيس فريق التطوعي التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. حياك الله أستاذي. حياكم الله أختي، أهلا وسهلا. بداية شيخ عادل، يعني عاصرتم أحوال إخواننا المسلمين الروهينجا، أوصف لنا اللي شاهدتوه هناك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أحييكم أختي الفاضلة وأحيي أخواننا الضيوف عندكم في الاستوديو وكذلك الأخوة المشاهدين. بفضل الله عز وجل وفقنا الله تبارك وتعالى لزيارة المخيمات إخواننا اللاجئين الروهينجا على الحدود البرمية البنغالية. كان معنا 12,000 سلة غذائية، وإحنا وفد رسمي طالع من دولة الكويت متمثل بمجموعة من الجمعيات الخيرية الكويتية، وهذه عبارة مواد غذائية كدفعة أولى لإخواننا هناك، وعمل مسحة ميدانية لأخذ تصور كامل عن أوضاع الناس، معرفة أهم احتياجات الناس هناك حتى تكون انتفادة أي أخطاء وقعنا فيها، وتكون الرحلات القادمة يعني أكثر خير وأكثر فضل لأولئك الناس المساكين. الوضع باختصار، الوضع العام باختصار شديد، مأساة في كل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. يعني لا أبالغ لو قلت لكم أن الأزمة اللي هناك تكاد تكون هي أزمة القرن 21 بلا منافس. أكيد. تخيلوا يا أخوان 800,000 نازح بلا طعام، بلا ماء، بلا دواء، بلا دورات مياه، بلا مأوى للناس. الناس يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ليس هناك أي مقوم من مقومات النساء. وأزيدت من ذلك وأزيد الأخوة المشاهدين، غالب الناس اللي هناك إما أطفال أو نساء أو كبار سن. بالله عليكم كيف يعيشون هؤلاء الناس؟ تخيل 800,000 لو احتاج منهم كل واحد يشرب كل يوم لتر بس ماي، كم راح يحتاج من ماي؟ كل واحد يحتاج كل يوم وجبة واحدة، يحتاجون إلى 800,000 وجبة باليوم. معاناة كبيرة لا توصف، والله يشيب منها مفارق الولدان. يعني رأينا الناس يشربون من الأرض من الطين الماء، رأينا الناس يقضون حاجتهم أجلكم الله أمام مرأة الناس، ما أحد يقدر يتخبى. خلاص الوضع باختصار، الوضع بحاجة بتوافق جهود الجميع، الوضع بحاجة إلى تضافر منظمات وجمعيات ودول. الوضع أكبر بكثير من أنه يسيطر عليه مجموعة من أشخاص متحمسين للعمل الخيري أو التطوعي أو جمعية واحدة. الأمر يحتاج وقوف منظمات دولية، وقوف دول بأكملها لحل هذه الأزمة. الأزمة راح تستمر، ما هي أزمة يوم ولا يومين، الأزمة مطولة. لذلك نحتاج تضافر الجهود وتدخل دولي لحل هذه الأزمة. نعم. شيخ عادل، إذا بنتكلم عن دوركم كفريق التأخي التطوعي الكويتي لتخفيف آلام مسلمي الروهينجا، كلمنا عنه. الحمد لله رب العالمين، إحنا فريق مرخص من قبل وزارة الشؤون وتابع الفريق إلى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية. لنا نشاط في مجموعة من الدول، الحمد لله مغطين 11 دولة تقريبا نعمل فيها. الآن الحملة القادمة عندنا حملة بمواد طبية ومواد إغاثية اللي هي الطعام، وكذلك نحاول أن نحصل على مكان نقيم فيه المخيمات. أهم شيء الآن، أهم شيء يحتاج الناس الآن هناك أن يخصص لهم مساحة بإمكان المنظمات تدش داخل، وكل منظمة عارفة المخيم اللي لها، عارفة الطريق اللي لها، حتى ما تكون فوضى هناك وتحصل أخطاء ويصير هدر مال وهدر جهد على غير على نفسنا. نعم، كل الشكر لك الشيخ عادل العازمي، رئيس فريق التآخي التطوعي التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية على هذه المداخلة.
عمران، يعني احنا قاعد نتكلم عن معاناة لسنوات، تكلمنا عن الوضع الحالي والمأساة الحالية، نبي نتكلم أكثر وبشكل خاص عن النساء. ذكرت أن النساء ما تدري وين رجلها، ما تدري وين أبوها، ما تدري وين أخوها، شلون تعيش المرأة في ظل وفي هذه الظروف الصعبة؟ المرأة خلقة هي ضعيفة، نعم. سبحان الله، فما بالك إذا اجتمعت عليها صفات الضعف، صفات الفقد، صفات الحزن، صفات التشريد. يعني الآن ما الذي يحصل الآن في داخل أراكان؟ تدخل الميليشيات البوذية المتمثلة في الحكومة الميانمارية، الجيش البوذي، بالتواطؤ مع العصابات الراديكالية المتطرفة، نعم. العصابات البوذية المعادية للإسلام، نعم. والعادي المعادي للمسلمين، متواطئة متفقين مع بعض، ويبدأوا في حرق قرية. إذا وجدوا الشباب يقبضوا عليهم مباشرة، إما يقتلونهم أو يزجوهم في السجن ويختفون. فبالتالي فئة الشباب تضطر أنها تهرب إلى الغابات وإلى الجبال وتحتمي هناك، فبالتالي لن يتبقى في القرى إلا النساء والأطفال وكبار السن. ثم هناك يعني قصص الاغتصابات التي نحن سمعناها يعني سمعناها، ولا أستطيع أني حتى أتحدث عن مرارتها. يعني سجلت عشرات المقاطع، مئات المقاطع من ضحايا المغتصبات، يعني ليتهم اغتصبوا فحسب، وإنما يغتصبون أمام مرأة ومسمع من أهل القرية أو أحيانا من أهلها، ثم يقتلونها. وهناك عشرات القصص. الأمم المتحدة سجلت فقط في الأزمة الأخيرة يعني قرابة 2700 حالة اغتصاب. لك أن تتخيلي هذه الفتاة لما تصل من أراكان إلى بنغلاديش، وفي هذا الوضع المزري، ونحن الآن نحن نتحدث عن موسم أمطار، ونحن نتحدث عن الأرضية كلها طين، في منطقة غير صالحة للعيش البشري تماما. الشيخ عادل العازمي جزاه الله خير راح بنفسه، جزاهم الله خير هذا الفريق المبارك، وشافوا الوضع. هذه المنطقة غير صالحة للعيش البشري، هذه المنطقة يوميا هناك ضحايا، هؤلاء الفتيات يوميا هناك ضحايا من قبل الفيلة، الفيلة تدخل في هذه المنطقة، فما بالك هم الآن يهربون من يعني قتل البوذيين، ويفرون إلى هذه المخيمات التي هي عبارة عن أكياس زبالة، عزكم الله وعزك لا، ثم يتعرضون للفيلة، ثم هي منطقة فيها حيايا وعقارب، منطقة فيها ثعابين، ثم منطقة غير مؤهلة للعيش البشري كليا، نعم. ما بالك حينما تجتمع كل هذه المآسي وكل هذه الصدمات على فتاة عمرها لا تتجاوز 18 سنة إلى 20 سنة. لك أن تتخيلي حينما لا تصل مؤسسة إنسانية واحدة تهتم بالمرأة لأجل الاستماع إلى يعني حزن ومعاناة هذه المرأة المسلمة التي فرت لأجل دينها. أنا خليني أغير اللغة قليلا إلى لغة التفاؤل، حتى لا يشعر المشاهد، وحتى لا يدب اليأس في قلب المشاهد، وحتى لا يشعر أنه خلاص هي المأساة، هي المعاناة. ما إيش بيدنا إحنا؟ والله أنا أشعر أن بيدنا كل شيء، وإحنا والله أبدا، وأنا ابن المأساة وأنا ابن القضية، والله أبدا نحن متفائلون إلى حد كبير جدا. لم نرى في يوم من الأيام وقفة الحكومة البنغلاديشية مثلا، اليوم حكومة بنغلاديش وقفت وقفة كبيرة جدا مع هذه الأزمة، الشعب البنغالي وقف وقفة كبيرة. لا تذهب بعيد، والله أول ما خرجت من مطار الكويت ولأول مرة أزور الكويت، وأنا أتجه في طريقي إلى الفندق أشوف لوحات أراكان بورما في الطرقات في الشوارع، انظر إلى هذه الهبة الشعبية، انظر إلى هبة المؤسسات، رئيس جمعية السلام الدكتور نبيل العون يعني لهم مساهمات جدا طيبة، يعني المؤسسات الكويتية كلها لها مساهمات. أنا أشعر يعني لما وصلت الكويت زرت أحد الإخوة يقول وزير الأوقاف أرسل خطاب أو كتاب إلى المساجد لأجل أن يقنتوا لمسلمي أراكان. صحيح. أين تجدين هذه الهبة؟ الدول الإسلامية كلها قامت، الشعوب الإسلامية كلهم هبوا لنصرة هذا الشعب المضطهد المكلوم، هذا الشعب المغلوب على أمره، الإعلاميين قاموا يتحدثون لأجل هذه القضية العادلة، حتى الذين يتحزبون، حتى الأحزاب، كل الأحزاب تركوا الخلافات السياسية تحدثوا من أجل هذه القضية العادلة. أكيد. نحن
متفائلون جدا والله، ونشعر من قلوبنا أن النصر قادم بإذن الله، وأن الوضع لن يستمر بهذه الطريقة، ولكن نحتاج إلى مؤسسات إغاثية، مؤسسات طبية، نحتاج إلى وقفة الأطباء، نحتاج إلى الأطباء التي أطباء عبر القارات، أطباء التي تعمل من أجل المستضعفين، نحتاج إلى أطباء الكويت أن يذهبوا إلى رحلات لأجل معالجة المستضعفين والذين يصابون بشكل يومي. نحتاج حقيقة إلى إعلاميين وإعلاميات أحرار أمثالكم حقيقة وشواكم، لأجل أن يعني ينشروا هذه المعاناة الحقيقية ويوصلوها إلى العالم الحر. نعم، كل شيء قاعد نقدمه أو راح نقدمه في المستقبل هو يعني قليل بحق إخواننا المسلمين هناك، قليل في حق المعاناة اللي قاعدين يعانونها، الألم اللي قاعد يعيشونه، يعني معاناة الأطفال هناك، المشردين، كبار السن، النساء، الرجال، هذه المعاناة اللي يعيشها مسلمي الروهينجا، يعني قليل في حقهم ما نبذله من تسليط الضوء على هذه القضية. سنين من المعاناة نختصرها في دقائق فقط، هل هذا كثير في حقهم؟ طبيعي لا. لكن إذا بنتكلم عن الحلول أستاذ عمران، يعني هل هناك حل؟ هل هناك إشراقة قريبة راح يردون يعني مسلمي الروهينجا إلى وطنهم؟ إذا جئنا يعني وأخذنا التصريحات الدولية والتصريحات السياسية، يعني نعم لما جاءت الضغوطات الدولية على حكومة ميانمار وعلى رئيسة الوزراء سان سو تشي في ميانمار، هذه الحائزة بالمناسبة على جائزة نوبل للسلام، وهذه الصدمة، هذه الصدمة حقيقة يعني التي لا يمكن تجاوزها. نعم. ها يعني بدأت في التصريح بأن ميانمار مستعدة ل أجل استعادة يعني 800 ألف الذين فروا، ولكن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، إذا قبلتم 800 ألف الذين نزحوا مؤخرا، فهناك 500 ألف يعيشون في أكياس الزبالة عزكم الله من 40 سنة، 500 ألف آخرين. نعم. في بنغلاديش يعيشون، هناك ما يقارب 3 مليون يعيشون في 56 دولة، هل تقبلون هؤلاء كلهم؟ وكل هؤلاء في بلاد المهجر يعيشون في 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 أزمات، يعني هل تعلمين وهل يعلم المشاهد أن أكبر فئة عديمي جنسية على مستوى العالم هم الروهنجيين، لا يملكون وثائق سفر، لا يملكون جوازات سفر. نحن نتحدث عن أزمة كبيرة جدا، لذلك يعني من وجهة نظري من أهم الحلول حقيقة التدخلات، يعني تدخلات الحكومات الدولية ومطالبة المجتمع الدولي لأجل الضغط على حكومة ميانمار ودفع يعني مرتكبي هذه الجرائم وهذه المجازر أمام مرأة ومسمع من العالم إلى المحاكم الدولية. هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، تدخل المؤسسات الأممية في هذه الأزمة، من يعني يجب أن يكون هناك، يجب أن تكون هناك مبادرة حقيقة من الحكومات العربية ومن الحكومات الإسلامية لأجل الضغط كذلك على المجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي أصبح لا يستمع إلى المطالب الدولية إلا من خلال الضغوطات. يجب كذلك أن تكون تتبنى بعض الدول الإسلامية أن ترفع ملف مسلمي أراكان في مجلس الأمن الدولي، وأن تتحدث كما الآن يعني المملكة العربية السعودية على رأس هذه الدول التي رفعت، وكذلك الآن الأستاذ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة يعني وعد يعني لأجل رفع ملف مسلمي أراكان إلى يعني مؤتمر روسيا. نحن نحتاج إلى تحركات دبلوماسية من الدرجة الأولى. رقم اثنين، نحتاج المؤسسات المدنية المتمثلة في المؤسسات الحقوقية، نحن نحتاج إلى حقوقيين. أنا هذا نداء أوجهه، أين حقوق، أين الحقوقيين، أين المحاميين الدوليين؟ يعني والله أحيانا أشعر أنه لا يوجد لدينا محاميين على مستوى العالم الإسلامي. أين المحاميين الدوليين الذين يعلقون الجرس، الذين يحملون الملفات، ملفات حقوق المنتهكين لأعراضهم، يأخذون الملفات هذه ويذهبون بها إلى محكمة لاهاي المحاكم الدولية، أين هم، أين المبادرين؟ لذلك نحتاج حقيقة، هذا نداء أنا أوجهه إلى المحاميين الدوليين في الكويت، والكويت متقدمة جدا في الجانب الحقوقي، نحتاج منكم يا أيها الحقوقيين الأحرار وقفة جادة حازمة لأجل أن تحملوا هذه الملفات، ملفات المنتهكين لأعراضهم، وتذهبوا بها إلى يعني المحاكم الدولية. نحتاج إلى أصوات الإعلاميين الأحرار، نحتاج إلى أصوات البرلمانيين، نحتاج إلى الخطباء في المساجد، نحتاج إلى يعني نحتاج إلى كل شيء. مثل ما تفضل الشيخ عادل، الأركاني أو الروهنجي المضطهد في الآن المخيمات النازحين يحتاج إلى السقف في أعلى الدار والفرش في أسفل الدار. نعم. هذا هو مختصر الحديث، ولكن
في الأخير على أمل وإن لهت الطريق، وكذبت زفرة الدرب الشهيق على أمل وإن طفقت دموعي، وأثقل حزن أيام البريق، ولولا رحمة المولى لقلنا غريق أنت يا موسى غريق على أمل وفي أمل خلقنا يؤانس فجرا الحلم الطليق. لن نيأس، ومعنا الأمة، ومعنا الله، ومعنا الأمة الإسلامية، ومعنا معنا المؤسسات الكويتية، معنا الدول الخليجية، معنا المؤسسات الأممية. لن نيأس بإذن الله، ومعنا أمثال الشيخ عادل، أمثال الشباب النشامى اللي تعرفت عليهم في الكويت. لن نيأس معنا الإعلاميين، لن نيأس معنا الحقوقيين، لن نيأس معنا السياسيين ومعنا البرلمانيين. أنا أشكركم حقيقة جدا، شكر من القلب ومن الأعماق، شكر ليست لقناة الرأي فحسب، شكر لأهل الكويت النشامى الذين يهبون في كل قضايا الأمة. اليوم تحول أهل الكويت كلهم بلا استثناء، من صغيرهم لكبيرهم، من برلمانيهم إلى حقوقيهم، كلهم يتحدثون عن قضية أراكان. نعم. لذلك أنا أطلب من الإعلاميين الكويتيين الأحرار أن يوصلوا إلى أهل الكويت ما هي قصة أراكان الحقيقية، ما هي التفاصيل بشكل واضح، لأن القضية مغيبة، لأن حكومة ميانمار الفاشية الظالمة شوهت قضيتنا من 70 سنة. نعم. ضللت الرأي العام، شوهت، جعلونا نحن دخلاء غير شرعيين، ونحن أصحاب حق، أصحاب أرض، يظلمونا من 70 سنة. لن نيأس، معنا الله. نعم أستاذ عمران، أكيد لغة التفاؤل وروح التفاؤل اللي قاعد نتكلم فيها حاليا هي اللي قاعد تخلينا أيضا نحس أن هناك أمل، أو بصيص أمل ممكن أنه هو يكون من نصيب إخواننا مسلمي الروهينجا، ويعيدون إلى أرض الوطن قريبا بإذن الله، من خلال جهودكم اللي قاعد تبذلونها، ومن خلال المؤسسات الإنسانية والتطوعية اللي قاعد تبذل كل جهدها علشان تساعد إخواننا هناك. كلمة أخيرة حابة توجهها أستاذي. أتمنى يعني هذه الزيارة الأولى للكويت، وأتمنى حقيقة أن آتي المرة الأخرى القادمة بإذن الله، وأنا أرى أن المؤسسات الكويتية قد وصلت إلى أراكان، قد نصرت هذه القضية العادلة. وأتمنى ثم أتمنى من حكومة الكويت، هذه الحكومة المباركة، هذه الحكومة التي يعني هذه الحكومة الإنسانية، باختصار هذه الحكومة، أن تقف الوقفة الجادة مع هذه القضية، وهي لم تقصر في قضية أراكان بالذات، ولن تقصر بإذن الله. نعم. ولكن إن شاء الله الأمل فيها كبير. نعم. كل الشكر لك الأستاذ عمران الأركاني ناشط حقوقي على تواجدك معنا اليوم. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا احنا مستمرين معاكم، لكن من بعد هذا الفاصل. بالتأكيد المعظم شاهد الفيديوهات الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا الخاصة بالتحرش الجنسي للأطفال، سواء فيديوهات تحرش بعض السائقين بأطفال مخدوميهم أثناء توصيلهم للمدارس، أو الفيديو للطفلة التي تم التحرش بها في أحد أسواق الكويت. ليش قاعد يصير كذي بأطفالنا؟ وين الأمان اللي إحنا وعدناهم فيه؟ ليش تقتل براءتهم؟ وشلون نحميهم؟ نرحب بضيوفنا بالاستديو، المحامي ثامر المبارك، أو محامي ثامر مبارك عفوا، ومستشار العلاقات الأسرية وتعديل سلوك الطفل الأستاذة لطيفة الظاهر. حياكم الله معنا. الله يحييك. الله يسلمك. هذه المشكلة قبل أن نطلع فاصل قلت لكم هي مشكلة متواجدة في مجتمعنا، ولكن المجتمع كان يتستر عليها، كانت الأسرة تحاول أن هي ما تتكلم فيها، كانوا الأطفال يعانون والنساء يعانون، وهذه القضية يجب أن يسلط الضوء عليها بكل تأكيد. بداية أستاذ ثامر، لو بنعرف ما هو التحرش الجنسي للأطفال من الناحية القانونية؟ طبعا بداية أنا أشكر البرنامج المسائي، وكذلك أشكر الأخت المتألقة دائما أستاذ أنا، و
وشرفت بحضور المستشارة أيضا. بشكل عام التحرش الجنسي لو بتعريفاته، أنا خليني أغير السؤال لأبسط المشاهد. نعم. المشرع الكويتي عندما وضع قانون جزاء الكويتي وتكلم تحديدا في الجرائم الجنسية وضع الأسماء بمسمياتها، بمعنى عرف كل فعل مع عقوبة. نعم. لذلك عرف الهتك العرض، عرف التحرش، عرف بشكل عام. ليش؟ لأن الجرائم الجنسية بروحها هي تكمن فيها خطورة. نعم. لذلك حتى لا يكون في المستقبل يكون لبس في التعريف. وعرف في المواد قانون الجزاء الكويتي المادة 191 190 أو 186 بشكل عام، ووجد لها رادع وعقوبة. نعم. التحرش بشكل عام هو مطاط، ولكن المشرع جزاء ووضح هذا التحرش عندما يلامس الطفل بجسده، أي كان الطفل سواء بنت أو ولد. نعم. بشكل عام. وأيضا فرق بين هتك العرض والمواقعة بالإكراه أو بالحيلة. لذلك أنا عندما أتكلم بتحرش الطفل أو التحرش الجنسي للأطفال القانون كان واضح وصارم. مثال، عندما البالغ يتحرش في الطفل. نعم. أو الطفلة، العقوبة الرادعة 15 سنة إلى الإعدام. نعم. وأيضا هناك قضية ليس ببعيد بما سمعناه في المجتمع الكويتي هو الوحش حولي. نعم. صدر فيه ماذا؟ صدر فيه إعدام. الإعدام. السؤال، هل القانون كان رادع قوي لهذه الفئة المتوحشة التي تسول نفسها وتحرش في الأطفال، أم أن هذا القانون كان ضعيف وساعد في الانتشار في التحرش الجنسي؟ نعم. هنا في إشكالية. القانون كان رادع، أين وين المشكلة؟ المشكلة في الأسرة نفسها. بكل تأكيد. أنا أتوقع بإذن الله حتى راح تسعفني فيها الأستاذة في هذا الأمر. أكيد. لذلك قانون الجزاء الكويتي والمشرع الكويتي كان عادل وحامي. نعم. بهذه الجزئية كاملة وخاصة الأطفال. نعم. اللي هم من التحرش. نعم. هذا بشكل عام. نعم. أستاذة لطيفة، قبل ما نتطرق إلى هذا الموضوع ومسؤولية الأسرة بحد ذاتها في هذا الأمر، إذا بنتكلم على علامات تعرض الطفل للتحرش الجنسي، لأن أحيانا لما يتعرض الطفل للتحرش الجنسي ما يتكلم، تلاقينا ساكت، تلاقينا منطوي على نفسه. شلون ممكن الأم إن هي تستدل إن ولدها أو بنتها تعرضوا إلى التحرش الجنسي؟ طبعا موضوع التحرش الجنسي، سوري على الكلمة، بس موضوع يعور القلب. أكيد. إذا كان في تفاقم في الحالات وللأسف مو ظاهرة شيء، يعني صراحة قبل لا نطلع الهواء أقول له دمعتي على بورما، وبعدين صار كله مع بعض، يعني شغلات صراحة تضايق. طبعا التحرش الجنسي يمكن تعريفه ومصطلحه هو استغلال جنسي. يعني ما فيها يمين يسار، هو اتصال جنسي يصبح بين طفل، احنا بما أننا قاعد نتكلم عن طفل، بين طفل وبالغ أو مراهق. نعم. طبعا بإرضاء، يعني لإرضاء وإشباع رغبات جنسية لا أكثر ولا أقل، أو ممكن تكون بين طفل وطفل لكن فارق العمر يكون بينهم أقل شيء 5 سنوات. نعم. يعني ما يكون طفل بينه وبينه سنة، لا، على الأقل 5 سنوات، فيبدي هذا الطفل الأكبر أنه يبدي بالتحرش، وهي جريمة أخلاقية لا يرضى فيها لا قانون ولا شرع ولا قلب ولا أكيد. صراحة شيء يرضى فيه هذه. نعم. الجريمة الأخلاقية. سؤالك هو شلون نميز الطفل إذا كان لا سمح الله متعرض إلى تحرشات جنسية؟ نعم. طبعا الأعراض اللي بقولها يعني حطوا تحتها مليون خط، لأن أنا وايد تصير أن أتكلم وبعدين يتنهل الاتصالات أن أنا أكيد ولدي متحرش فيه جنسيا. هذه الأعراض ممكن تكون مشابهة مع حالات أخرى. نعم. لكن ما يمنع أن أنا أكون أم فطينة، وأنا دائما أركز على الأمهات. أكيد. دائما أركز على الأمهات. أكيد. لأن أهم أساس التربية في البيت. صحيح. بما اللي هو يعني الله يعطي العافية الأب كثر ما يقدر قاعد يحاول، لكن مهما كان مشاغله مو نفس يعني مشاغل الأم مع عيالها. نعم. التحرش الجنسي من علاماته طبعا ممكن طبعا تيجي فجأة، يعني الطفل يكون جدا طبيعي ما في ولا شيء، طفل يعني قاعد يمارس مراحله الطفولية بشكل جدا عادي، يضحك يركض يلم هذا يبوس هذا يلعب مع هذا، فجأة تلقينا مثلا انزوى منطوي، فجأة حاشة تبول لا إرادي. نعم. فجأة حاشة تبرز لا إرادي، فجأة صار طفل كثير الغضب بدون أي سبب، تشوفينه يعني بس يبي يكسر يبي يسوي، أصبح عدواني،
طبعا الأحلام المزعجة تراودهم بشكل جدا كبير، وتشوفينها إذا ما انحلت المشكلة بسرعة راح تصير عنده أزمة في الأحلام المزعجة. نعم. وغيرها كعنف واكتئاب، وممكن يدش في حالات ثانية. ومثل ما ذكرنا أن هذه العوارض الرد نقولها مو شرط أنها تكون بسبب تحرش جنسي، لكن إذا اجتمعت مثل هذه الأمور لازم نحط علامة استفهام داخل البيت. نعم. ليش الطفل حاشى هذا العرض فجأة؟ نعم. فلازم نعرف شنو هي المشكلة. إنزين، في هذه الحالة تحديدا أستاذة، شلون ممكن الأم تتصرف مع ولدها أو بنتها؟ طبعا هي راح تكون ما يسمى الصدمة. صحيح. أول ما تعرف يسمونها هي الصدمة اصطلاحا. التوعية هي رقم واحد. هذه البرامج اللي أنتم تسوونها فعلا مهمة لكل رب أسرة من الأمهات والآباء. هذه البرامج نحتاج توعية الأمهات والميديا والسوشيال، الحين نبيهم يعرفون أكثر. أول ما أنصدم لازم أتعلم شيء واحد، أني ما أسوي ولا شيء ولا تكون عندي ردة فعل، لأن غالب الأمهات ردة فعلهم عنف، يطقون العيال شلون أنت رضيت فلان يسوي فيك كذي. صحيح. ويبدي عنف الطفل، يصرخ على الطفل، يبدي يغلط عليه، يبدي بالتعيير وكذي. استاذه، بدال يعني فوق الضرر النفسي اللي هو حاشا من خلال التحرش، ايضا ضرر نفسي اخر من قبل الوالدين. واذا الاهل او الام عطوا الطفل هذه الردود يعني الغير صحيحه والغير سليمه، راح يدش في ازمه ثانيه ويصعب على المعالج النفسي انه يعالجها في مرحلة قصيرة. فضروري. نعم. جدا. يعني حتى كنت مع اتصال مع دكتور مصطفى أبو السعد قبل لا أي، هذا الأخ الروحي التربوي لي. فأيضا من الأشياء المهمة أن أول ما أدري لا يدرون إخوانه في أهالي شو يسوون، دريت لازم كل البيت يدري عشان يحتاطون من الشخص هذا. نعم. إخوانه لا يدرون. هذه شغلة جدا مهمة، لا أروح وأتكلم مع العموم، لازم أعرف شنو أسوي، وراح نتكلم إن شاء الله فيها. نعم. أستاذ ثامر، يعني شفنا فيديوهات تحرش السائق بالطفلة يعني في حسابك في مواقع التواصل. نعم. الاجتماعي. صحيح. هل هذه الفيديوهات بالفعل حديثة يعني وحصلت حاليا؟ هذه نقطة من بحر. طبعا تصلني بمقاطع وصور كثيرة بحساب الانستغرام والسناب، يحبون يتكلم فيها كثير، ولكن أنا لأن تكون وجوه دائما واضحة فحاول أبتعد كثر ما أقدر. نعم. وأوصل رسالة معينة. ولكن خلينا نتكلم في شغلة مهمة جدا. القانون الكويتي عندما عاقب المجرم عند ارتكاب هذا الفعل لم يقف في ذلك، بل أخذ أكثر من ذلك. صدر قانون ب 2015 على 21، وهو حقوق الطفل. نعم. هذا القانون يحاسب منه؟ حاسب الحاضن اللي هو منه، إما الأب أو الأم أو الجدة أو الخالة، على حسب الحاضن. نعم. ماذا قال القانون في مادة ألف؟ أعتقد المادة الثالثة من ألف، بما معناه الحاضن اللي هو مسؤول عن رعاية الطفل لابد أن يتخذ الأساليب والتدابير الوقائية من لحماية الطفل، شكل من أشكال العنف، الإيذاء الجسدي، التحرش الجنسي وغيره. إذا قصر في ذلك تقول المادة 80 بنفس القانون يعاقب لمدة سنة أو قرامة 2000 دينار أو هاتين العقوبتين. نعم. لذلك هنا المشرع الكويتي أعطانا العدالة. نعم. أعطانا نحاسب المجرم ونحاسب أيضا المسبب بالإهمال أو التقصير. نعم. قبل 3 أيام أختي الفاضلة. نعم. اتصلت علي إحدى الأخوات، كانت أستاذ ثامر طبعا بعد بكاها و حاولت أهدي من روعها، وسألتها مصدومة، سألتها ما السبب يعني شو الموضوع بالضبط. كانت أستاذ العزيز باختصار، أنا مطلقة وعندي بنت بثاني ابتدائي وعندي سائق يعمل 7 سنوات في البيت أو 6 سنوات. قلت أوكي. كانت دخلت علي بنتي قبل قليل وكانت تبكي، وحاولت أعرف شو المشكلة. صارحتني بأن السائق عمل بعض التصرفات، فهمتها بأنه هو تحرش في بنتي. نعم. تقول أستاذ ثامر أنا مصدومة لأني أثق فيه ثقة عمياء، بين قوسين ثقة عمياء. سألتها سؤال، قلت الآن لو عندك 1000 دينار هل ممكن تعطينا على سبيل الأمانة تلمين حق السائق وبعد شهرين تأخذينه؟ قلت لا، ما أثق أن يرد لي. قلت يا سبحان الله، تعطينا عزمة تملكين بنتك وتقول ثقة عمياء عندما نتكلم عن المال اللي هو 1000 دينار تقول لا والله ما أثق فيه. أين العقول؟ هذه جنون. أيضا أنا رسالة لكل أب وأم، أنهم عن قول الله تعالى سورة النساء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم، صدق الله العظيم. يعني احنا نتكلم عن اشياء نشوفها بالمحاكم، وزملائي المحامين محامين يشوفونها امور مصيبه، لان المشكله القانون وجد وحامى هذه الفئه، ولكن وين الاشكاليه في انتشار الظاهره؟ هي الرقابه بالاهل. صحيح. لا يوجد رقابه هناك. صحيح. كذلك الاستاذه شرحتنا من جانب النفسي، يعني بمعنى عندما يصيب الطفل من هذا التحرش هناك اثار سلبيه في المستقبل لهذا الطفل، مدمره بعد. صحيح. هذه المشكله اللي قاعد نعاني فيه، لذلك احنا نحاول نقطع في الاعلام مثل قناتكم المفضله، ان نحاول نبين الناس. ايضا في نقطه اخيره حاب اوضح، الان لو اروح معاك بكره في اي منطقه في الكويت، نروح مدرسه ابتدائيه بنين وبنات، ونقف عند خروج الطلبه والطالبات الساعه 1 او 2، ماذا نرى؟ افواج من الخدم والسواويك، كأن نجيب الأطفال فقط ليربونهم السواويق والخدم. أنا أتكلم عن جانب سواق خدم، لنا أكثر الشكاوي منهم. نعم. غير الشكاوي اللي من ذات الرحم مثل ما تكلمت الأستاذة، هناك مشاهد كثيرة ومقاطع كثيرة، يعني يصعب أو نحزن أو نؤلم أن حتى نتكلم فيها، ولكن هذه حقيقة مثل ما قلتي في البداية، هذا واقع. صح. لا بد أن نتكلم فيها. صحيح. أستاذ ثامر، إنزين هذه الفيديوهات اللي قاعد تنتشر أو اللي يتم تصويرها، هل هي تعتبر دليل ثبوتي على هذا الشخص مرتكب التحرش؟ يعني أنا فهمت قصدك، في حالة أني صورت، هل هذا عاقب لأن أنا صورت شخص؟ نعم. أنا فهمت سؤالك، أو أن يعتبر جريمة؟ لا، هذا يعتبر جريمة حدث أمامك أنت الآن، إما الجريمة تحدث، إما أنت تصورينها الحدث اللي صار، أو يكون معك شهود على هذا الحدث. نعم. الشيء المفارق أن أحد الأخوات صورت سائق يتحرش فيه طفل عمره 6 سنوات، وراحت لحقت السائق لبيت الطفل الأهل. نعم. وعندما بلغت الوالدة بأن طفلك قام بتحرش، السائق قام بتحرش فيك، ماذا قالت له أمه؟ والدتي شنو قالت؟ قالت انت ما راسلك طليقي تبي تسقطي الحضانه. شوف التفكير، لا حول الله، احنا نتكلم عن تحرش الطفل. قالت ما فكرت بالولد نهائيا. حتى قبل الهوى يوم اقول لك سالفه الاخت اللي دقيت عليها مع السايق قدام عيني وقالت لي انت بتوصلين عيالي وتجيبينهم، لو سمحت لا تدخل. هذه مشكله، لا حول الله. يعني فكر بتوصيل زي ولدي. لو نحصيها، نتكلم بصراحه، لو نحصيها اكثر تحرشات الاطفال تحصل اذا كان في نزاع اسري. نعم طبعا، هذا رقم، هذا واقع. صحيح. عندما يكون هناك نزاع اسري يستقل اللي فيه ضعيف النفس، يستقل الفرصه، منو اللي بالبيت، الخدم، السائقين، وغير ذلك من الامور. نعم. استاذ لطيفه، هذا النوع من الفيديوهات لما تنتشر، هل هي فيها يعني او تلاحظين ان فيها نوع من التوعيه، ام انها قد تؤثر سلبيا على نفسيه الطفل نفسه؟ يعني قصدك اذا الطفل نفسه تصور؟ نعم. شوف هني عادة ما ينشرون شكل الطفل عندنا في الكويت، لكن لو تشوفين عالميا قاعد توصل فيديوهات للأسف. يعني يمكن الفيديو الأخير اللي انتشر البنت اللي في السوبر ماركت، أتوقع في أمريكا، ما يحضرني صراحة أي منطقة، سوى ضجة في الجروبات عندي. نعم. هذه مو أول مرة. يعني الضجة تصير بس أثناء إرسال الفيديو، بعدها بيومين ثلاثة ينسي الموضوع. وهل لما جرى يعني أكثر من فيديو يوصل، إحنا ما ودنا نشوف هذه الفيديوهات. يعني يمكن الدول الأوروبية أو أمريكا إحنا ما نقدر نقارن نفسنا فيها، لأن أصلا الكثافة السكانية عندها لا تعادل نهائيا فينا، فإحنا على الأقل في مجتمعنا وعادات تختلف، وعاداتنا غير، وإحنا مسلمين بالنهاية، فعندنا يعني أسس سليمة لابد أن إحنا نحتاط منها مع الطفل. فمثل هذه الفيديوهات فعلا تحرك مشاعر الأمهات، يعني بما أني أنا أم وقاعد اشوف الجروبات شلون يعني يصير فيها ضجه لما توصل مثل هذه الفيديوهات، لكن داخلي اقول انه مو اول مره. نعم. احنا ما نبي بس ان نتاثر في لحظتها وننسى الموضوع ولا كانه شيء صار، احنا نبي نتوعى اكثر، نبي نفهم. نعم. اكثر. نعم. نبي نحتاط على عيالنا في بيوتنا، احنا كلنا نتكلم عني وعن كل ام موجوده. نعم. ما ابي اقول ان كل بيت ممكن قاعد يمر فيه تحرش جنسي والاهل ما يدرون. نعم. أنا ما أقدر أشمل. لا أنا معاش، أنا أنا من أنا شهدت على بعض الحالات اللي حدث فيها تحرش، وهناك حالات كثيرة، وللأسف إحنا ما نتكلم بس على الخدم ولا السواق، إحنا قاعد نتكلم من الأهل نفسهم، وهني المصيبة الأكبر. ذات الرحم. هذه المصيبة الأكبر، إن من الأهل يتم التحرش ويتم الطبطبة على الموضوع علشان ما تصير فضيحة. أستاذ ثامر، كلمنا عن هذا الموضوع أكثر.
بخصوص انه اذا كان التحرش من ذات الرحم. نعم. شوف القانون واضح، عقوبته واضحة ومحددة سواء كان من ذات الرحم او خارج الرحم. المشكلة الإشكالية العرفية الاجتماعية في الأسرة نفسها. ماذا يحدث الآن؟ يعني حالة ان يتم التحرش، خلنا نعطي مثال وليس واقع، ان عم يتحرش بولد بنت اخوه، الخال يتحرش في عيال اخته، شنو النتيجة اللي بعدها؟ القانون راح يعاقبك اما عقوبة 15 سنة سجن اما توصل الإعدام، ولكن شنو السلبية اللي راح تتركها والأثر على هذه العائلة؟ راح يزيد يعني راح تكون هناك تشديد. اختي الفاضلة دائما والله دائما اقولها انا في الانستغرام والسناب حسب حساباتي، نعم، اتقوا الله في ابنائكم. القانون واضح، القانون حتى القانون 2015 اللي صدر حق حقوق الطفل جدا كان قمة العدالة. ممتاز. يحاسب الهامل المهمل، انت قصرت في ابنك تحمل. نعم. ولذا في معلومة مهمة اللي بوصلها، شنو سبب انتشار هذه التحرش الجنسي؟ راح نرجع سبب واحد خلال 7 سنوات، ثقافة دخلت على المجتمع الكويتي، ثقافة أنا أعتقد غريبة، هي الثقافة الاتكالية. الزوج أو الأب والله يطلع دوين قهاوي يسافر مفاضي حق العيال، الأم تتسوق مفاضي والله أطلع وصديقاتي وغير ذلك من الأمور، العيال وينهم؟ عند أي أحد يربيهم سواء من البيت أو من خدم وغيره. لذلك الثقافة الاتكالية هذه شتتت الأسرة كاملة. ثقافة إهمال، هي ما هي اتكالية فقط، لما يكون الإهمال من قبل الأب والأم اتجاه أطفالهم اللي يسافر واللي تروح السوق والعزايم وغيرها وما تشوف عيالها بالبيت، ما تشوف عيالها بالبيت، هذه مصيبة. فهي ثقافة الإهمال، الإهمال، خلينا نعم. نتكلم الإهمال الآن، لا الآن تغيرت النظرة، الآن يقولك لا هذه ثقافة شنو، هذه باب من باب البرستيج، أنا عندي خدم يخدمون عيالي وعندي العيال. احنا عندما ناتي بالعيال مو نجيب عشان يربونهم من الخدم ولا يربون العمامه والاهل، احنا مسؤولين عن هذا الطفل راعي. لذلك نعم. نذكر دائما ان القانون سوف يساءل حتى الاب والام اذا نعم. قصروا اهمل وفق ماده 80 اللي في قانون حقوق الطفل. نعم. انا جدا رائع القانون هذا جاء امانه في وقته، ورائع ان يكون رادع لكل اب وام مهمل أو نعم. مقصر في طفل. هذا القانون جدا مهم للأسر اللي يجيبون عياله ما يجابلون عيالهم. إذا أنت منت قد التربية أو أنت منت قد صحيح. التربية لا تجيبون عيال عشان تضيعونهم وتسببوا لهم ضرر نفسي في المستقبل. إحنا مشاهدينا مستمرين معكم لكن من بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ومستمرين مع ضيوفنا في الاستديو، وموضوعنا اللي قاعد نناقشه هو التحرش الجنسي اتجاه الأطفال. أستاذ لطيفة، يعني بالفاصل قعدنا نناقش موضوع جدا مهم، احنا تكلمنا على التحرش الجنسي ضد الأطفال من قبل الخدم والسواق، وتكلمنا عن ذوي يعني الأقارب خلينا نقول، لكن إذا كان التحرش الجنسي من قبل الأب أو الأخ، هذا شلون يكون مدى تأثيره على الطفل نفسه؟ طبعا هو في بعض الدراسات، مو كل الدراسات، بعض الدراسات والدراسات أكيدة يعني وأنا من خلال الناس اللي قاعدين اللي أنا أتكلم هني في الكويت وايد أمهات راجعوني، أثبت هذه الدراسة أن 75% من المتحرش في الطفل هو من صلة القرابة الأولى أو اللي بعدهم منه اللي هي الخدم والسائق المربين اللي نعم. الطفل يشعر في الأمان. فلا نتهاون إذا عندنا مراهق في البيت، لا نشوف المسألة ترى هينة. يمكن قبل أن نطلع حتى تكلمنا أن أنا لازم أربي بناتي عيالي أن حتى قعدتهم قدام الأبو فيها حشمة نعم. فيها احترام. صحيح. للأسف كثير من الأمهات شنو يعني بنتي عادي تلبس بكيني وتركض تلبس حفر. صح. هذا الموضوع يعني أنا وايد أركز عليه أن ننتبه، لأن في قضايا ولو بنرد حق القانون في قضايا انتهاك عرض أو حتى تحرش جنسي من قبل أباء ومن قبل الخوال. يعني في كنا نقعد من فترة هم مع قانونيين قالوا أن أكثر تحرش يصير من قبل الصلة الخوال
والعمام، لأن سبحان الله الأخت مستحيل تصدق بأخوها. نعم. عايشة عمر ما تدري أنه هو يعني كان عنده خلل. طبعا يمكن قبل لا نطلع على الهواء تناقشنا أنه هل هو يعاني من مرض نفسي، هو يعاني من شيء نفسي. نعم. لكن القانون لا يعفي المسؤولية الجنائية لأن الكل يقول شو أنا مريض نفسي وأخذها. نعم. لكن هي فعلا هذا الخال أو هذه الأخت، يعني بسم الله على أهالينا وعلينا والله يحفظ يا رب كل بيوتنا من هذه المشاكل، يكون فعلا متحرش فيه وهو طفل، فهو عنده خلل نفسي. طبعا هو ما يالك مني والدرب، واحدة من الثلاث، إما يكون متحرش فيه وهو صغير والأهل ما عالجوا ولا دروا. نعم. وكبر معاه فيبدي سبحان الله مع تأنيب الضمير يبدي يقع على الآخرين ويحس بمتعة اللي صار فيني. طبعا هذا كله العقل اللاواعي. نعم. فهني دور الأهل لما نقول إحنا لازم نكون متيقنين. حتى سبحان الله يعني يتلي وحدة تقول أنا أصلا الأخ المراهق عمره 19 سنة يعني كان سنتين معذب عيالها التوأم ولا حست ولا تدري، لأن المراهق له طريقة معينة. نعم. أنا لما أي في الترغيب أول شيء هو يي حق الطفل. فهذا اللي حق الطفل عارف بالضبط الطفل شنو يحب. نعم. عارف أن أمه تثق فيني ثقة عمياء مستحيل ما تخليه معايا أروح جمعية أخذ نادي أخذ. صح. فيكون هذا الإنسان أو المراهق أو حتى البالغ مثل الأب أو الخال عانى من طفولته في تحرشات جنسية ما تعالجت. نعم. ممكن يكون مثل ما ذكر الأستاذ ثامر يكون في صراع ونزاع أسري وأغلبها الانفصال، فتلها الأم بموضوع الانفصال ويلها الأب. نعم. بموضوع الانفصال والطفل هو اللي بالنص شيء هذا كله الضحية. وهو الضحية. صحيح. ويبدي يعبر في رسالته. نعم. بالتحرشات الجنسية. نعم. وطبعا الشيء الثالث اللي هو الأفلام والإنترنت اللي صار بيد عيالنا والأهل. نعم. يقولك أنا عشان أرتاح من ولدي بخليه خلي جاب الإنترنت. وفعلا أنا لو أشوف البيوت عيالهم كلها أوقاتهم كلها على هاليوتيوب. صح. وعلى الميديا وعلى، أنا ما أقول لك عيالي ما يمسكون، يمسكون وكل واحد عنده تليفون، بس يكون في مسألة رقابة في الموضوع. أول شيء في الفاميلي شيرينج. إيه؟ أي شيء يوصل وتصير أحيانا أخطاء هذه جدا ممتازة طفل. أول ما يصير شيء على طول أقول له أحمد أنت متى صورت هالصورة مثلا، ينصدم يما شلون هذا. لما يحس ممتاز. الطفل أنه في رقابة. صح. راح يخاف انه يسوي الغلط. صح. وان شاء الله يمدينا ان نتكلم شلون انا اعطي توعيه للطفل. اكيد اكيد احنا راح نتطرق على هذا الموضوع. لكن استاذ ثامر، يعني الام قانونيا شلون تقدر تتصرف لما تكتشف ان الاب قاعد يتحرش في بنتها؟ مباشره تقدم شكوى مباشره. الشكوى اذا كان الطفل يروح لموضوع نيابه الاحداث مباشره ويتم هناك اتخاذ اجراءات والتحقيقات. القانون واضح إجراءاته، ودائما نقول حتى لإخواننا وجميع الأسماء المشاهدين القانون واضح، ما في مشكلة على القانون. مشكلتنا الآن إذا أخذ العقوبة الأب، من اللي راح يتأثر من الأسرة كاملة؟ مثل ما قالت الأستاذة الأسرة كاملة راح تتأثر. أب متحرش في بولده أو خال متحرش في بنته. صح. أو غير ذلك من الأمور. أنا دائما أقول مثل ما ذكرتها نقطة اللي هي حشمة البنات خاصة بالأطفال عند الأهل والقرائب والزوارات وغير ذلك من الأمور. نعم. يفضل يكون هناك حشمة للبنات والأطفال. خلنا نكون واقعيين شوي. الآن لو رحنا أي مجمعات في الكويت، أي مول بدون ذكر اسمه، ماذا نشاهد في الويك إند الإجازة خميس جمعة؟ بنات صغار لا يتعدى أعمارهم 10 سنين 9 سنين. المكياج عفوا الكعب وشغل النساء، انتم فاهمينه عمليات تجميل الحين غير ذلك الامور اطالع هذه. يعني نشاهد انها طفله. فما بال الشخص اللي بيتحرش عندما يرى هذا الامر والطفله بهالطريقه وهي غير مدركه، مجرد انها تنظر غيرها او التغليد الاعمى من السوشيال ميديا مثل ما ذكرت الاستاذه، نعاني فيها. لذلك التحرشات كثيره قاعد تزيد. نعم. احنا دائما القانون الشرع الكويتي حاسب المجرم، حاسب المهم الأب، وحط إجراءات وطريقة تقديم الشكوى بنيابة الأحداث وغير ذلك. إذا كان بالغ يتحول مباشرة للنيابة، النيابة للجنايات، الجنايات. نعم. عقوبتها 15 سنة إعدام، وعطينا ضربنا مثال على الوحش حولي وغير ذلك. لذلك القانون كان رادع. إحنا المشكلة لا نقول عموم مجتمع الكويتي، أغلبية مجتمع الكويتي عدم المبالاة. وعندما تصير المصيبة وهذه قاعد تجينا اتصالات، يا ليتنا فعلنا ويا ليتنا سوينا ويا ليتنا سمعنا كلامك وسمعنا كلام الاستاذه وسمعنا كلام، ما يفيد الكلام بعد اذا وقع الجريمه. نعم. واذا وقعت ما يفيد.
يعني احنا نشاهد قضايا والله شيء بالراس، يعني يمكن صعب ان اقولها وقلتها تحت الهواء، قلت قضيه معينه صعب. وفي قضيه مشهوره قبل فتره معروفه، الخادمه اللي تبيع الطفل تلعب مع المراقي الشباب مقابل 5 دنانير، مشهوره اعتقد انتشرت بالسوشيال ميديا، خادمه تبيع. انا دائما اركز على الخدم، ليش؟ لاني انا انظر الواقع ان كل الاطفال عند الختم، صحيح، لا ما ابي اجامل، هناك في تحرشات من الاهل، ولكن احنا دائما ننظر العوائل يتركون الخدم، العفو الاطفال عند الخدم 24 ساعه، وكان صار الموضوع مو بس المهمال مثل ما ذكرت، صار باب من باب برستيج، ان عيالي عندهم خدم ويتعلمون اللغه وغير ذلك من الامور. فالقانون كان واضح جدا. هو فعلا فعلا احنا اهم القانون ان التاثير السلبي والنفسي على الطفل شيء كبير بعد وقع هذا التحرش. وفي احداث كثيره وقصص وذكرناها بعضها منها، وفي بعضها ذكرناها ايضا بحساباتنا. نعم استاذة لطيفة، انت مع ان يعني يتم فحص الخدم فحص نفسي صحيح؟ والله الود ودنا الصراحه، بس ايش كثر هذا الموضوع مهم استاذة لطيفة؟ هو جدا مهم، لكن للاسف ما تقدرين تصيدينه كفحص نفسي. يعني هم يقولك ترى دارسينها دراسه. المشكله مو شرط ان ترى الخادمه عندها شيء نفسي، انت الخادمه قاعده تيلك من بيئه مختلفه نهائيا عن البيئه اللي انت فيها، ثقافه مختلفه، صحيح ثقافه مختلفه، وعندهم هالشيء ترى بالشوارع. فلما يون ويلقون الموضوع سايب، هو اللي قاعد يصير بديرتهم اسويه بعيال الناس مو امهم. فهي الموضوع ترى مع الخدم بالذات مو موضوع ان عندهم او يعانون من امراض نفسيه قد كثر ما يقولون لك الام مو مهتمه، انا بهتم فيه. وهذه واقعه. خلينا يعني ما ودي انسى نقطه مهمه بما ان احنا تكلمنا عن الخدم، اذا عندي وقت ما راح اطول فيها. أكيد. بالنسبه للزوارات يعني هي اكثر مشكله نعاني منها كمستشارين ومختصين، وقاعد نشوفها الزواره الخوات والامهات يقعدون وسوالف وحب وشاي، والعيال 4-5 ساعات، المهم احنا نستانس ونرتاح، خلهم يلعبون، هو يوم بالاسبوع صح، لكن يدمر سنوات. ووضح لنا الامر اكثر. يعني شنو يصير؟ تبدي بين الاطفال، الطفل انا مثل ما ذكرت انه يكون فارق على الاقل 5 سنوات، يعني خلنا نفرض ولدي عمره 2، هل هذا يفهم؟ ما يفهم شنو تحرش ولا راح يفهم شنو الموضوع. يبدي معاه اللي عمره خلنا نفرض 6 سنوات، يبدي يبدي يبدي، فتصير كعادة، يعني لا الطفل يحس ولا هذا يحس، تبدي كعادة. مع مرور الزوارات والسنوات والسنين تركض وتنطوي، مع مرور هذا الوقت اللي ب6 سنوات راح يصبح مراهق، صح، راح تبدي عنده الرغبة الجنسية ويحس فيها ويعرف شنو يعني الشهوانية، يبدي ينقض على هذا الطفل اللي أصلاً خلاص تعود على هذا الإدمان، صح. هذا نوع من أنواع الإدمان. إدمان حالة حال الكحول، حالة حال أي شيء، وعلاجه نفسي حالة حال عملية الإدمان إذا كانت سنوات كثيرة. فخلنا نحتاط موضوع الزوارة، نستانس ونستمتع، بس تكون إذننا وعيوننا عندهم من غير لا يشعرون. نعم. يعني أنا عيالي يلعبون، أنا ما أقول أن لازم يكون، لكن في هناك حالات استكشاف، يعني هذه الأطفال يبون يستكشفون، وهذه مرحلة جدا طبيعية، من 3 سنوات إلى 6 سنوات الطفل يبي يستكشف الأعضاء التناسلية وأجزاء الجسم. نعم. عشان كذي في حملة بريطانية إيرلندية اسمها Stop It Now، يعني سووها من فترة سنوات، أن من ضمن الإجراءات الوقائية للأهل أن لازم تعلمون أطفالكم كل أسماء أجزائهم الأعضاء الجسم أسماء صحيحة. نعم. علشان يفهم ويتعلم، ولا بد أنه يكون في حوار مع الأهل. مشكلة أغلب الأمهات يقولك أنا أستحي أجاوب عيالي إذا كانت فيها أمور جنسية، وهذه إيه هي سوري على الكلمة البلوى، إن أنت لما يجي الطفل ويبي يسمع منك وأنت المصدر الأمان الأساسي وأنت ما تعطينا إجابة، صح، إيش بيصير؟ راح يلجأ إلى وسائل أخرى. أي إحنا ما نقول عطيه الأشياء حالك ما شلون أنا أتكلم معك، لا. نعم. طبعا إحنا نمشي على مستوى عقل الطفل، صحيح، يعني بالصورة اللي يسألني فيها لازم أرد عليه ولازم أفهمه هالشيء صح، علشان إذا يتلى مرة ثانية أي استفسارات راح يلجأ لك أنت، ما يروح حق مكان ثاني. نعم. من أول مرة، هذه كثير يسألوني فيها الأمهات إن إحنا ما نقدر نجاوب ونضيع الصقلة، على قولتهم تضيع الصقل، هذه فيها انه يلجأ حق اماكن ثانيه. نعم. يلجأ حق
ربع بالمدرسة يلجأ حق الشقالات ويلجأ ويلجأ ويلجأ. صح. فإحنا على قولتهم الحين ما نبي نكون كل نظراتنا متشائمة، لكن لازم نتعلم شلون يكون عندنا رقابة لعيالنا، لأن مثل ما ذكر أن هذا إهمال. نعم. يعني أنا أبي أستانس، أبي أطلع ما يخالف، بس مو 24 ساعة كل حياتي بين مطاعم وزوارات وعروس. إحنا عندنا هني صراحة يعني أنا عشت 7 سنوات في ألمانيا ما كنت أعاني. نعم. هني من جيت صراحة زوارات ما تخلص. الزوارات مهمة، الأقارب الصلة الأولى هذه إحنا ما نتكلم عنها، إحنا نتكلم عن الزوارات الصديقات اللي ما تخلص، رفيجاتي، المواجيب اللي ما لها داعي. إحنا قاعد نهتم بالمظهر الاجتماعي والمكان الاجتماعي أكثر مما نهتم بالأسرة نفسها. بالضبط. وما تعانيه الأسرة. قد تكون الأسرة من برا تكون هي الأسرة المثالية، ولكن لو إحنا نتعمق فيها من الداخل نلاقي مشاكل الدنيا والدين طبعاً. وهذه المشكلة في أولياء الأمور نفسهم، يجب أن يتم تثقيفهم ثقافة صحيحة علشان يكونوا مؤهلين لبناء هذه الأسرة. كل الشكر لكم على تواجدكم معنا اليوم. راح أخذ من كل واحد فيكم كلمة أخيرة. أستاذ ثامر، كلمة أخيرة توجهها. بديت بالكلمة راح أنهيها. هاي رسالة لكل أب وأم، أذكرهم بقول الله تعالى في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوصيكم الله في أبنائكم. نعم. لذلك يوصيكم الله في أولادكم. لذلك أرجو أن تعطوا الاهتمام للطفل. القانون ترى يحاسب الأب والأم، وكذلك يحاسب المجرم. لذلك أتمنى أن يعطوا اهتمام الطفل والمراقبة الجدية في الطفل، وإن شاء الله. وأيضا أختم أشكر جميع البرنامج من المخرج والمعد، وأيضا الأستاذة دانا والأستاذة شرفت معها، وأتمنى منكم دائما التوفيق والأعلى بإذن الله. شكرا لك أستاذة لطيفة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته. هذه أختم فيها. إحنا مسائلين عند الله عز وجل الأمانة اللي أعطانا إياها، لأن في غيرنا يتمنونها تمني. صح. وعلاج سنوات طويلة للأسف ما حد يحس فيها. الحوار الحوار الحوار، مهما كنت مشغولة، مهما كنت أعاني من ضغوط في الحياة، لابد من عندي 20 دقيقة يوميا أقعد فيها مع عيالي، أنسى فيها الدنيا كلها. نعم. وأبدي أتحاور معهم في أمور حياتهم كلها. نعم. علشان الحوار هذا ينشئ علاقة قوية الأم والأب. صحيح. أنا ما أتكلم عن الأم، الأم والأب نحتاج 20 دقيقة يوميا سوالف. عط الطفل أريحية إنه يسولف ويطلع لك اللي في قلبه. صحيح. لا سمح الله لو يواجهه أي ظرف راح يركض ويقول لك أنت. نعم. ليش؟ لأنه تعلم أسس الحوار معك. فهذه هي نهايتي. شكرا لك أستاذة دانا. نعم. وكل الستاف اللي موجودين في قناة الرأي، والله يعطيكم. شكرا لكم. شكرا لك المحامي ثامر مبارك والأستاذة لطيفة الظاهر على تواجدكم معنا اليوم. خلكم قد المسؤولية. الأسرة هي مسؤولية الأب والأم. أبنائكم هم اللي راح يكونون مستقبل هذه التربية. إذا أنت منت قد هذه المسؤولية لا تجيب عيال توهقهم في هذه الحياة وتخليهم في مشاكل نفسية. مشاهدين، احنا مستمرين معكم في آخر فقرة من البرنامج من بعد هذا الفاصل. هذا جسمي وهو ملك لي ساق ويدان والأجزاء الأخرى التي ترونها، وهناك أجزاء أخرى مغطى بملابس الداخلية أدعوها الأجزاء السرية، وطبعا أنت لديك مثلها أيضا. أمي وأبي أخبروني أنني طفل مميز، وأخبروني أنه إذا آذاني أي شخص أن أذهب إليهما وأخبرهما. يوما ما عندما زارنا أحد أقربائنا في المنزل، كنت ألعب ببعض ألعابي وسياراتي. جلس الضيف وقال لي تعال واجلس بجانبي، ثم لمسني في ذلك المكان السري لا أحد يمكنه أن يلمسه أو يراه. شعرت بالخوف الشديد، ثم فكرت أنه جسدي، لماذا يفعل ذلك؟ ثم قال لي إنما حدث سر بيننا ولا تخبر أحدا بذلك، ولكن أنا ركضت بسرعة بعيدا عنه. أخبرت أمي وأبي بما حدث وأخبرتهما أنني كنت خائفا. قالا لي إنك كنت شجاعا وقبلاني. أمي وأبي قالا لي إنهما يشعران بالفخر لأنني أخبرتهما فورا بما حدث لي، وذلك أشعرني بالراحة أيضا لأنهما صدقوني. We'll be right back.
قرار من وزارة التجارة والصناعة تلزم أصحاب الشركات والمحلات والورش في محال المشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على تنفيذها. فهل هذه القرارات في صالح التجار وسوق الذهب الكويتي أم ضد تجارتهم؟ حول هذه القرارات نرحب بضيفنا خبير المعادن الثمينة في الأسواق الكويتية والخليجية الأستاذ رجب حامد. حياك الله أستاذي. أهلاً وسهلاً، تحياتي لكم وشكراً للاستضافة. شكرا لك. بداية أستاذ رجب، نبي نتكلم على هذه القرارات الجديدة من وزارة التجارة والصناعة، كلمنا عنها أكثر. والله إحنا من زمان كنا بنتمنى التدخل الحكومي، خصوصا أن قطاع الذهب أو قطاع المعادن الثمينة عموما لابد من تكاتف ثلاث أضلاع، العميل والتاجر والضلع الثالث هو الحكومة. وإن كان القرارات جاءت متأخرة، ولكن جاءت لتحمي أو لتفاعل التعاون ما بين التاجر والعميل. كون الحكومة تدخلت أو القرارات نزلت في هذا الوقت بناء على أن في صحوة تجارة الذهب، صحوة في صناعة الذهب، أصبحت صناعة الذهب ضلع أساسي في التنمية الاقتصادية في أي دولة. أصبح السوق الكويتي يرمز له بالبنان حاليا في أنه سوق مصدر للذهب، سوق مستهلك للذهب. نعم. فأصبحت هذه القرارات لتحكم العلاقة ما بين العميل المستهلك أو المشتري وبين التاجر. هذه القرارات فعلا جاءت لتوطد هذه العلاقة وتجعلها في مسارها الصحيح. معظم هذه القرارات كانت لتنظيم العلاقة، للتغاضي عن عمليات الغش والتدليس. نعم. لجعل الأمور تسير في النطاق الصحيح. كلما كانت الأسواق فيها شفافية، فيها وضوح، الكل على بينة بالأسعار، على بينة بالموازين، على بينة بالعيارات، فأعتقد التجارة تنمو وتزدهر. التجارة التي تقوم على الجودة، تقوم على الشفافية، أفضل من التجارة التي تقوم على منافسة السعر أو على التدليس والغبن في عيارات الذهب. نعم. معظم هذه القرارات فاعلة، بدأت في التنفيذ، وجدنا نلتمس ثمرة هذه القرارات بأن العميل قبل نزوله للمنزل. نعم. لشراء أي قطع الذهب يعرف سعر الذهب، يعرف حقوقه في الوزن، يعرف حقوقه في العيار، يعرف حقوقه في كيفية تجنب الفصوص والأحجار، كيفية تجنب المغالاة في المصنعية. نعم. فأعتقد هذه القرارات بتطبيقها في السوق الكويتي سوف تكون نتيجة أضعاف أضعاف السنوات السابقة، ونجد أن الكويت بلد مصدر المعادن الثمينة. نعم، يعني أستاذي نقدر نقول أن هذه القوانين والقرارات الجديدة هي من مصلحة المشتري، صحيح؟ مصلحة المشتري والتاجر. شلون إذا مصلحة التاجر ممكن إن هي تكون خسارة له؟ التاجر عندما نتكلم عن التاجر فنحن نتكلم على شريحة كبيرة من التجار. نعم. معظمها 90% منها يتصف بالضمير، يتصف بصفات التاجر الحقيقي اللي هو يعتمد على الإفصاح في عيوب التجارة، الإفصاح في مميزات التجارة. فعندما مثلا نمسك سعر الذهب، الكثير يجد أن سعر الذهب منخفض في البورصات العالمية. نعم. عندما ينزل الأسواق يجد أن السعر لم يتحرك. صحيح. بناء على أن هناك فارق ما بين سعر الذهب الخام ومصنعية الجرام. نعم. سعر الذهب الخام معروف للكل ولا يوجد فيه نقاش، لأنه معروف كما هو في أي دولة خارجية يكون في الكويت. سعر المصنعية يتراوح ما بين مثلا ما بين 200 فلس إلى 3 دينار أو 4 دينار. نعم. من يحكم هذا السعر؟ لابد أن يكون هناك قوانين أو أحكام تحكم مصنعية هذا الجرام. من الصعب التحكم في المصنعية، لكن من السهل جدا معرفة سعر جرام الذهب. فالوزارة عندما أقرت بوجود شاشة متحركة تعرض أسعار عيارات الذهب لكل عيار، معنى هذا أن العميل يرى جيدا سعر الذهب الخام، سواء عيار 21 أو عيار 18 أو عيار 22. يضاف إليه مبلغ المصنعية. وهذا سهل جدا، الواحد يدرك قيمة مصنعية الجرام. إذا كانت القطعة مثلا مشغولة شغل جامد، ممكن أن نرى فيها مبلغ دينار 2 دينار 3 دينار. شغل عادي، شغل بسيط، فلابد أن يكون في حدود المسموح به. فأصبح المشتري أو المستهلك يستطيع تقييم مصنعية الجرام. نعم. كذلك التاجر الحقيقي أو التاجر الجدي الذي يعطي الأسعار نصابها أو يقول الصراحة سوف ينصف بهذا القرار. أما من يعتمد على جذب الزبون على أن السعر منخفض وبعد ذلك يزيد في المصنعية، فأعتقد هذه العلاقة لن تدوم طويلا، ولابد أن تظهر الحقيقة أن في مغالاة في السعر. نعم. وفي تجار تسير بالسعر الحقيقي، السعر العادل الذي يسير على السعر العالمي. نعم. أستاذي إذا بنتطرق معك إلى دراسة إعفاء الذهب من الجمارك، شنو تحمل هذه الدراسة بالضبط؟ من 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 فترة طويلة قدمت عدة دراسات لإعفاء المشغولات الذهبية أو الذهب الخام من الرسوم الجمركية، وهذا قرار يعتبر
جدا جدا مفيد لتجارة الذهب في دول الخليج أو في الدول العربية عموما، لأن الذهب عبارة عن جزئين، ذهب خام ومصنعية. عندما نفرض نعفي الذهب الخام سواء كان عربي خليجي أو عالمي من المصنعيات، في حين إذا كان هذا الذهب قادم في صورة مشغولات، فأعتقد هناك عدم إنصاف، لأن في بعض القطع يفرض عليها جمارك 5% على قيمة الجرام ككل، وفي بعض القطع معفاه من الجرام الجمارك. فكان القرار عمل دراسة لإعفاء الذهب من الرسوم الجمركية، خصوصا أن سعر الذهب معروف عالمي، سعر الذهب ما بين دولة ودولة يعتبر واحد لأنه يقام على الأونصة، والأونصة سعرها معروف للكل. فإذا فرضت الكويت مثلا رسوم جمركية على 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 جرام الذهب، سوف يقل الاستيراد، سوف نعتمد على عمليات الشراء الخارجي، فخسر السوق المحلي عملية تفاعل السوق. أعتقد إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية سوف يزيد من عمليات الاستيراد، يزيد من نشاط السوق، يزيد من عمليات الشراء الخارجي. نعم، إذا تكلمنا أو قلنا في حال تطبيق الدراسة هذه، هل التجار هني راح يرحمون المشتري من المصنعية؟ سوف يكون هناك عدل. يعني أنا لماذا ألجأ إلى استيراد أو التصنيع المحلي؟ نعم. سكان السعر المحلي والسعر العالمي يعتبر واحد. نعم. معفي من الجمارك، فأعتقد سوف تكون فرصة جيدة للمستهلك أنه يستمتع بالقطع التي كان محروم منها الارتفاع المصنعي عليه. تكون فرصة جيدة أيضا للمنافسة ما بين المنتج الخارجي والمنتج المحلي. عملية إعفاء الذهب أو المشغولات الذهبية من الرسوم الجمركية سوف تتيح لتوحيد الأسواق. عندما يعني معظم أهل مثلا أسواق الكويت، أهل الكويت يشترون من الخارج نظرا لأن الأسعار في الداخل أعلى من السعر بالخارج، فمعنى هذا ظلم للتاجر، ظلم للمستهلك نفسه الذي لا يستطيع الشراء. فأعتقد نعم. عملية إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية لو هذا القانون طبق أو تم الموافقة عليه، سوف يجعل تجارة الذهب تجارة حرة تتساوى فيها الأسعار بالداخل والخارج، ويكون الأفضلية للجودة، للمنتج الأفضل، يكون الأولوية للصناعة المحلية. أنبه للسادة المشاهدين، الكويت تعتبر من أفضل الدول المصنعة للذهب المحلي. نعم. لكن عملية الاستيراد الخارجي وعملية المباهاة بالماركات، عملية المباهاة بالقطع الخارجية تجعل المنتج المحلي مظلوم. تساوي أو إعفاء هذه المنتجات من الرسوم الجمركية يجعل السوق المحلي قادر على التصدير، قادر على المنافسة، تساوي السعر ما بين الخارج والداخل. فأعتقد المستفيد الأول التاجر وليس العميل، المستفيد الثاني العميل، لأنه سوف يستمتع بقطع حرم منها لوجودها بالخارج سوف يجدها في السوق المحلي. نعم أستاذي، إذا على عجالة نتكلم، ليش الناس الحين قاعد تتجه إلى الاستثمار في الذهب؟ شنو اللي يميز هذا النوع من الاستثمارات؟ أعتقد الأزمات اللي مرت بها الأسواق العالمية من 2008، أعتقد الوضع الحالي في منطقة الخليج، في المنطقة العربية، في العالم، يعني أن الرؤية للمستقبل صعبة، لابد من التحوط بملاذ آمن. أسعار الذهب تضاعفت في الفترة الأخيرة، الجرام من 2 دينار و 3 دينار من 10 سنين، حاليا نتحدث عن 12 دينار و 13 دينار. فقدان العملة للقوة الشرائية، عدم الاستقرار الجيوسياسي ما بين أمريكا وكوريا، أعتقد كل هذه مسائل دفعت الفرد العادي وليس المستثمر، لابد من التحوط، لابد من الادخار، لابد من الاستثمار في الذهب. خصوصا الكويت وفرت حاليا منصة جميع المنتجات متواجدة في السوق، يستطيع أي فرد أن يستثمر سواء من جرام واحد إلى الطن، كل المنتجات متوفرة. فأعتقد هذه ما دفع الأسواق إلى أو ما دفع الأفراد إلى الاستثمار في الذهب كوسيلة للتحول للمستقبل. نعم، كل الشكر لك أستاذ رجب حامد خبير المعادن الثمينة على تواجدك معنا اليوم. شرفت بالاستضافة. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا لليوم، نلقاكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى نفس الموعد، فما الله.